مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، صباح الفل واهلا بيكم في حلقه جديده من بي اون تايم. زي كل يوم بنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين باخر واهم الاخبار. والنهارده عندنا ماتشات حلوه كتير في احلى واغلى واهم بطوله في العالم، دوري ابطال اوروبا اليويفا تشامبيونز ليج. عندنا ماتشات حلوه قوي، هنبدا الساعه 7 على ربع بلقاء ايكس امستردام عملاق هولندا في مواجهه بشكتاش التركي، وفي نفس التوقيت شختار دونيتسك في مواجهه انتر ميلان الساعه ايضا 7 الا ربع. ثم 9 بقى عندنا قمه القمم، بي اس جي الفرنسي في مواجهه مانشستر سيتي الانجليزي، لايبزيج الالماني في مواجهه كلوب بروج البلجيكي، وبعدين عندنا بوروسيا دورتموند الالماني في مواجهه سبورتنج لشبونه، طبعا واحد من البيك ثري في البرتغال، اي سي ميلان واتلتيكو مدريد لقاء حلو ومستنيين منه كتير، وبعدين عندنا بورتو بيستضيف ليفربول وريال مدريد في مواجهه شارف تيراسبول. لقاءات حلوه كتير، لكن عندنا قمم من قمم اوروبا، وعشان كده هنسال حضراتكم على التوقعات. بورتو بيستضيف ليفربول، بي اس جي بيستضيف مانشستر سيتي، فقولوا لنا كده توقعاتكم للقاءات، وتحديدا لقاء بي اس جي وسيتي لانه قمه اليوم. فرقتين من اكبر فرق اوروبا بيتواجهوا النهارده بالليل، ويعني ارقام كبيره جدا في الملعب، جوارديولا وفي مواجهه بوتشيتينو وميسي ونيمار ومبابي وكيفن دي بروينا وجريليش، وارقام يعني مرعبه. هنتكلم عن الارقام، لكن خلينا الاول نشوف تقرير عن مباريات دوري ابطال اوروبا في الليله، ليله الثلاث، ليله عظيمه من ليالي اوروبا. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نبدا كلام. اوروبا وحلاوه اوروبا، ولقاء مهم جدا بي اس جي مع مانشستر سيتي، والارقام كبيره جدا. العالم كله النهارده بينتظر قمه من قمم المال، لانه اكتر فرقتين صرفوا في السنين الاخيره. تعالوا نشوف كده بليتشر ريبورت عملوا يعني مجموعه من الارقام المهمه عن لقاء الليله. فرقتين صرفوا كتير جدا في الفتره الاخيره، فتعالوا كده نمسك الارقام ونشوف الناس دي صرفت ازاي. بي اس جي عنده من اللاعبين الغاليين نيمار اللي صرف فيه تقريبا 244 مليون يورو، امبابي 159 مليون يورو، كافاني 70 مليون يورو، انخيل دي ماريا 69 مليون يورو، اشرف حكيمي 66 مليون يورو، ماورو ايكاردي 55 مليون يورو، ديفيد لويز 54 مليون يورو، وتياجو سيلفا 46 مليون يورو. دي اغلى صفقات بي اس جي. طب الناحية التانية مانشستر سيتي أغلى صفقاته عاملة إزاي؟ جاك جريليش صفقة طازة ب 129 مليون، كيفن دي بروينا ب 83 مليون، روبن دياش ب 74 مليون، رياض محرز 74 مليون، كانسيلو 71 مليون، لابورت 71 مليون، رحيم ستيرلينج 70 مليون، ورودري 68 مليون. طب إجمالي اللي اتصرف هنا واللي اتصرف هنا كام في آخر 10 سنين؟ خد بقى الصدمة، بي اس جي صرف في آخر 10 سنين الرقم اللي قدام حضراتكم، مليار و420 مليون، رقم مرعب، دولار، مليار و420 مليون، الناحية التانية مليار و700 مليون. شايفين الأرقام عاملة إزاي؟ أرقام مرعبة الحقيقة، وعشان كده الناس منتظرة النهاردة قمة من قمم أوروبا، بل وهي قمة اليوم ونهائي مبكر ما بين فرقتين كبار جدا، الفرقتين الوحيدين في أوروبا حاليا اللي يقدروا يدفعوا أرقام كبيرة في الصفقات اللي كانت المفروض تتحرك في الصيف ده، لكن ما تحركتش يعني بشكل كبير، لأنه عندنا أسامي كان صعب جدا أنها تروح بأرقام عادية، امبابي وهالاند وغيرهم كان صعب جدا انها تتحرك بارقام عاديه، لكن الفرقتين دول هم الوحيدين اللي يقدروا يدفعوا دلوقتي في ظل ازمه كورونا وفي ظل الارقام اللي تراجعت كتير، يدفعوا ارقام كبيره زي اللي اتدفعت في جريليش مثلا، زي اللي اتدفعت في صفقات تانية كتير. فخلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل النهارده ما بين بي اس جي ومانشستر سيتي. ميسي بيواجه جوارديولا، لانه بوتشيتينو انا مش عايز اذكره قوي في القصه، لانه مش هو ده المقياس او مش هو ده المحرك الرئيسي لبي اس جي. فرقه نار محتاجه مدرب كبير، واعتقد بانه هيفرق كتير قوي في اداره بي اس جي اللي هيحصل في المجموعه دي، لانه لو ما حصلش اللي هم مستنيينه فغالبا هيتم تغيير الخطوط او هيتم تغيير الراجل اللي على الخطوط. ماوريسيو بوتشيتينو ممكن ما يبقاش موجود في الفتره اللي جايه، وفي تقارير فرنسيه كبار على من حقق 3 تشامبيونز ليج ورا بعض وقاد فرقه بحجم ريال مدريد فيها راموس وكريستيانو رونالدو وغيرهم من النجوم، فوارد جدا انك تلاقي زيدان قريب في حته من الحتت دي. تعالوا نرجع محليا ونشوف كده ايه الاخبار قبل ما ندخل في اخبار الاهلي. تعالوا ناخد الخبر اللي كل مصر بتتكلم فيه من امبارح، واللي تناوله كل زملائي واصدقائي في كل البرامج، واللي انا تناولته كمان امبارح، لكن خلينا نتكلم فيه كده سريعا. يعني
موضوع كابتن شوقي غريب لسه عامل جدل لحد دلوقتي على كل مواقع التواصل الاجتماعي، والناس بتتكلم على انه ليه، وده سؤال ملوش اجابه الحقيقه، او هو ليه اجابه لكنها مش معلنه. ليه كابتن شوقي غريب تاني برغم انك وجهت له الشكر في اول كام يوم في شهر اغسطس، فرجعت التعاقد معاه تاني في اخر شهر 9؟ ايه السر؟ ايه السبب؟ هل مفيش حد تاني؟ لا طبعا في حد تاني، وفي حد تالت ورابع وخامس. مصر فيها اسامي كتيره جدا 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 مهمه وتستحق فرصه زي دي، وتستحق فرصه انها تكون موجوده في منتخب الطبيعي ان يبقى فيه نتائج احسن من كده وظهور احسن من كده وشكل احلى من كده، لانك عندك جيل حلو، عندك جيل مهم جدا، كلهم بيلعبوا في الدوري ممتاز وكلهم اساسيين وكلهم معروفين. في اجيال بتعدي عليك ما بتبقاش عارف غير واحد او اتنين، لكن انت عارف كل الفرقه دي بالاحتياطي بالمستبعدين، وده معناه ان انت عندك جيل قوي. كابتن شوقي سمعته امبارح في اكتر من مداخله واتكلم على انه هو المدرب الوحيد اللي حقق بطوله لمصر، بطوله يعني لمنتخب مصر من غير خساره، وحاجه كده اللي هي قصده بطوله كاس الامم تحت 23 سنه اللي اقيمت هنا في مصر. انا قبل ما ادخل في التفاصيل وقبل ما اقول رايي، يعني اسمحوا لي ان انا اقول انه انا ما بدخلش اشخاص في القصه، انا ماليش دعوه بمين، لكن انا هدخل شخص، هدخل كابتن شوقي في القصه دي، برغم انه انا ما عنديش اي مشكله، وانا طول عمري حتى لو عندي مشكله مع حد ما بدخلهاش في الشغل عمري، ما يعني عشان انا ماليش فيه او انا مش مختلف معاه او بتاع ان انا اهاجمه خالص، بالعكس. لكن انا بقول كلمه الحق، وانا بشوف انه عليك كاتحاد كوره انك تراعي الناس، الناس في مصر فاهمه كوره وبتتنفس كوره، ومفيش حاجه اسمها ان انا هاخد قرار عشان انا الوحيد اللي شايفه صح والناس كلها شايفاه غلط. الناس كلها شايفاه غلط دي مش معنى كده انه الشارع بس، ده الشارع والخبراء والنجوم السابقين ولاعبين حاليين وكل حاجه، كل الناس تقريبا اجمعت بانه قرار مش مظبوط، وقرار فيه ظلم لناس كتيره جدا، وقرار حتى مش مبني على اسس ونتائج ووقائع فتقدر تسكت. انا مش بحب الشخص ده بس هو ارقامه جامده جدا، انا مش شايف انه في اي حاجه من دول موجوده، كل العناصر مش موجوده، كل العناصر غايبه. اذا الناس هتجتهد وتحاول توصل للسر الحقيقي وراء الاصرار على اسم شوقي غريب. طيب نتكلم بصراحه، كابتن شوقي اكتر مدرب مصري اخذ فرص مع المنتخبات، من اول منتخب الشباب مرورا بالمنتخب الاولمبي وحتى المنتخب الاول، رجل اول ورجل تاني ورجل تالت، وكل الانواع موجوده في السي في بتاع كابتن شوقي غريب. اكتر من حوالي بنتكلم في 25 سنه في الحته دي، اكتر مدرب مصري اخذ فرص مع المنتخبات. ايه الانجازات؟ برونزيه كاس العالم 2001 مع الشباب، وكاس الامم الافريقيه مع المنتخب 23 السنه اللي فاتت. غير كده مفيش حاجة. طيب امسك البطولتين دول، ما تقدرش ابدا تغفل او تنكر انه في 2001 احنا عملنا بطولة رائعة اداء وشكلا ونتائج وكل حاجة، كل حاجة كانت مكتملة، لكن كمان كان معاك جيل حلو قوي، كان معاك جيل وكان فيه لعيبة متألقة جدا 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 على راسهم محمد اليماني، كان نجم البطولة دي، كان نجم منتخب مصر، غير بقى جمال حمزة وابو مسلم، يعني طقم مرعب، فرقة مرعبة يعني. حلو، عدت الايام والليالي والراجل تولى مناصب كتيره جدا ما نجحش في حاجه فيهم، ما نجحش في حاجه فيهم، ده مش رايي على فكره، دي فاكتس، دي وقائع، الراجل ما نجحش في حاجه فيهم، مرورا بقى منتخب مصر الاولمبي في تصفيات اتينا 2004 وبعدين مع كابتن حسن شحاته، وطلعت مقوله شهيره وقتها انه كابتن شوقي هو اللي بيعمل كل حاجه، وانه كابتن حسن يعني الراجل بس يعني بيجمع الناس ويلا يا اولاد ويسمعهم اغنيه شيرين ويصلوا العصر مع بعض، وطلعت اشاعه كانت اتوصفت بانها سخيفه، وبعدين اتنفت تماما او انفجرت تماما لما كابتن شوقي تولى مسؤوليه المنتخب الاول كرجل اول وما نجحش. كل ده ما عنديش فيه مشكله، عادي ان انا اديله فرصه انه من رجل تاني يبقى رجل اول في المنتخب الاول، انه يبقى من رجل تاني في منتخب الشباب يبقى رجل اول، ده طبيعي، ده التسلسل الطبيعي بتاع المناصب في اي حته وفي اي شغلانه. لكن ما بعد النتائج، فلان اخذ فرصه ما اثبتش جدارته، شكرا، قصه تنتهي بقى. لكن في نفس الدايره ونفس الاسامي، وكان مصر ما فيهاش مدربين تانيين يستحقوا فرصه ان هم يتواجدوا في منتخب مصر الاولمبي اللي هو المفروض الداعم الرئيسي لمنتخب مصر الاول، اللي هو النهارده انا علشان اشوف منتخب مصر الاول كمان 3 4 سنين اشوف دلوقتي منتخب مصر الاولمبي عامل ازاي. انا عندي منتخب جيله حلو قوي بقياده رمضان صبحي وغيرهم من اللاعبين المهمين جدا جدا جدا، لكن انا معلش يعني مع كامل الاحترام والتقدير لو انا مسكت
برونزية كاس العالم الشباب اقدر اقول انها كانت طفرة ودنيا حلوة وجميلة واداء وكل حاجة، لكن البطولة الاخيرة مع كامل الاحترام والتقدير يعني انا لو مسكت المنتخب ده ممكن اخد البطولة، انا لو مسكت المنتخب بتاع منتخب مصر الاولمبي تحت 23 سنة كان ممكن اخد البطولة دي، مش انا بس يعني اي مدرب في مصر اي حد في مصر كان ممكن يمسك المنتخب في البطولة دي، لانه البلد كلها الدولة كلها كانت داعمة للمنتخب، البطولة على ارضك، الفرق مش في حالتها، الفرق كلها جاية من غير محترفين، الظروف كلها تخدمك انك تاخد البطولة، وخدت البطولة مش بأداء رائع بس تمام خدت البطولة، ما تقدرش تقول اي حاجة. رحت الاولمبياد وقلت لك كده وقتها معلش مع احترامي يعني الناس اللي عماله تقول احنا عملنا اداء مشرف، انا مش شايف ان احنا عملنا اداء مشرف في الاولمبياد خالص خالص. انا النهارده لما اجي اتفرج على الماتشات دي الاربع ماتشات اللي احنا لعبناهم انا مش هستمتع باي، حتى ماتش استراليا كان الاداء فيه مش حلو، كان احسن من الثلاثه التانيين لكن عادي يعني مش ممتع يعني. ارجع بقى وقلت لك برده وديت لك المثل ده واتفرج على منتخب مصر ساعه كابتن حسن شحاته، لا اتفرج لحد النهارده اتفرج كمان 20 سنه على كاس العالم للقارات وعلى كاس الامم 2008 و2010 واستمتع واتبسط واقول يا سلام ايه الجمال اللي انتوا بتعملوه ده. وطبعا اللي يقول ان كابتن حسن شحاته مش هو صاحب الفضل الاول في التجميع والحكاية ونجاح الفترة دي يبقى ظالم يبقى جاحد يعني، لأنه ما ينفعش أبدا تغفل الراجل ده وإمكانياته وقدرته على قيادة مجموعة من النجوم اللي جيل جامد جدا لكن كمان بيقودهم مدرب كبير. فالإشاعة بتاعت أنه كابتن شوقي هو اللي كان بيعمل كل حاجة الفترة دي إشاعة لا مش مظبوطة خالص. كابتن حسن هو صاحب الفضل في الأول في الجهاز الفني، معاه مجموعة من المهمين كابتن حمادة صدقي وغيرهم من الناس كابتن أحمد سليمان وكابتن شوقي، لكن في الآخر كابتن حسن شحاتة هو رأس المنظومة في الفترة دي يعني. حلو، النهاردة بقى أنت بتتكلم في أنه أنت بعد الأولمبياد قررت أنك توجه الشكر لشوقي غريب وجهازه وقلت خلاص يا جماعة المرحلة دي خلصت. بعدها بشهر وشوية رحت قايل لا احنا هنكمل مع الراجل ده، بناء على ايه؟ بناء على توصية من فنجادة. يعني مش فاهم فنجادة ايه اللي يقول انه كابتن شوقي غريب يكمل، مصر كلها بمعنى كلمة مصر كلها شايفين انه لا ما يكملش، ففنجادة هو اللي هيفرض رأيه. انا بشوف انه ممكن ما يكونش اصلا الكلام ده صح، وممكن جدا يكون زي ما اتقال برضو كده اصل هو اللي فوت كيروش وبعد كده راح هو طالع في تصريحات قالك انا ما فوتش حد انا بس رشحت وهم اللي تفاوضوا تمام يعني انا بس قلت اسمه يعني. فممكن جدا يبقى يعني كده بتتقال كده يعني انه هو صاحب التوصيه بانه الناس دي تكمل. طيب هل فعلا مصر ما فيهاش مدربين؟ لا فيها مصر، انا ممكن اعدلك والله وانا واقف دلوقتي 20 30 اسم يقدروا يمسكوا المنتخب الاولمبي. وممكن تعمل حاجه ببساطه تانية، اذا كان فنجادا يعني هو صاحب الترشيح ده كان ممكن يقعد مع كيروش وياخد رايه. ايه رايك؟ هل في حد في دماغك انت مثلا كان بيشتغل معاك مساعد في حته او مدرب صغير في البرتغال او مدرب حتى بناء على توصيه من ضياء السيد اللي هو برضه يعتبر اسم مهم في الجهاز الفني الاول فيرشح لك حد، يبقى في تنسيق ما بينهم علشان نعمل ميكس محترم ما بين الفرقه الفريق الاول وفريق الاولمبي ويبقى عندنا قوام محترم لكاس العالم اللي جاي او لكاس العالم اللي بعده او لكاس الامم اللي جايه واللي بعدها وهكذا؟ ما عندكش الكلام ده طبعا. انت بتاخد القرارات بناء على ايه؟ بناء على رؤيه شخصيه ولا بناء على العلاقات؟ انا بقول لك اهو العلاقات بوضوح. هنا في مصر موضوع التدريب بيعتمد بنسبه كبيره جدا على العلاقات، سواء بقى في الانديه بتلاقي انه بعض الوكلاء بيحركوا القصه رئيس النادي بيحب فلان، طبعا في الاتحاد واللي هي بقى التعيينات بتاعه منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي ومنتخب الاول وبتاع بيبقى فيها علاقات جدا. المنتخب الاول اقدر اقول لك انه اقل واحد فيه ممكن يبقى المجامله مش واضحه قوي، يعني ما اقدرش اجامل قوي في منتخب الكبير ما اقدرش عشان الناس كلها مركزه قوي مع المنتخب الاول قوي، يعني كل مصر بتركز مع المنتخب الاول، لكن المنتخب الاولمبي بقى والشباب والناشئين والبتاع يعني هات فلان هات علان صاحبنا حبيبنا الراجل بتاعنا. الراجل بتاعنا دي معناها ايه بقى؟ معناها انه مش هيوجع لنا دماغنا لما نيجي نقول له مش هنقدر نعمل معسكر دلوقتي او مفيش وديات او مفيش فلوس اللي مش عارف ايه او اجل ايه او اعمل ايه او ما تعملش ايه او الاهلي متضايق من ايه او الزمالك عايز ايه، مش هيقول لنا حاجه ده الراجل بتاعنا. لكن لو جبنا واحد بقى واحد مدرب بقى ملوش فيه هيجي يقول لك لا والله انا عشان اتحاسب اعمل لي اللي انا عايزه، عايز ماتشين وديين دلوقتي وعايز معسكر مش عارف فين ايه وعايز ماليش دعوه بالاهلي والزمالك زعلانين من ايه والناشئين بتوع مين ايه واللعيبه بتاعت ايه هستدعيه، هيقول لك كل حاجه. فهل انت عايز تعمل كده ولا عايز تعمل كده؟ عايز النتائج تبقى عامله ازاي؟ طب لما مصر كلها تعرضك ده معناها ايه؟ يعني ده مش واحد ولا اتنين، ده مصر كلها عرضتك
السوشيال ميديا كلها شايفة إنه اختيار مش موفق. كل الناس اللي بتشتغل في الشغلانة بتاعتنا، كل الإعلاميين وكل الخبراء وكل الناس اللي استضافوهم الإعلاميين دول كلهم اعترضوا. أنا مش شايف حد يعني شايف إنه الموضوع اختيار موفق ولا يعني. قعدت أراجع كده وأشوف الفيديوهات وأشوف المكالمات والمداخلات والبتاع، أنا مش شايف حاجة كلام منطقي أبدا. محدش عنده إجابة غير إن القصة معتمدة على العلاقات. يا جماعة على فكرة مصر أكبر منكم والله العظيم، منتخب مصر أكبر منكم، أكبر من أي حد بياخد قرار مش في محله. الكلام ده لما أكون أنا بشطب شقتي مثلا فأنا حر بقى أجيب الراجل ده ولا أجيب الراجل ده، دي شقتي وأنا حر فيها. لكن أنا أبقى باخد قرار ليه علاقة بمنتخب مصر فاخده على هواية أو عشان أنا بحب الراجل ده ما بحبش الراجل ده، ده في أي منطق؟ ده بأي عقل يعني؟ وخلي بالك أنت نتائجك دي الناس كلها بتيجي تقول لك ايه، انا هعمل ده دلوقتي ومش مهم بعد سنتين ثلاثه ايه اللي يحصل او بالسنه الجايه ايه اللي يحصل. ما انا الله اعلم ممكن ما اكونش موجود. بس اللي انا شايفه ان الحقيقه يعني انه اللي بيحصل اليومين دول في جزء من العند. انا مش عارف هل المهندس احمد مجاهد مثلا بيعند، بيحب ان الناس تتكلم، بيحب ان الناس تجيب سيرته، مش انا مش عارف يعني. انا مش لاقي سبب منطقي لانه انا اخد قرار قد يكون قرار فردي على فكره، مش عايز اتهم حد بحاجه لكنه قد يكون قرار فردي. لكن هل في الاخر انت مش عامل حساب للناس، الناس اللي متضايقه، الناس اللي بتتنفس كوره في مصر دي، الناس اللي على طول معترضه على قراراتك، على قرارات اتحاد الكوره؟ على فكره مش قرارات اتحاد الكوره الحالي بس، هو احنا بقالنا حوالي 10 15 سنه كده علاقه الشارع المصري باتحاد الكوره علاقه سيئه جدا. عمركم ما سالتوا نفسكم ليه؟ هل مثلا الناس كلها بتتلكك لكم، الناس مش حباكم كده وخلاص؟ يعني اكيد في حاجه، اكيد في حاجه، قراراتكم مش مظبوطه يا جماعة. إلى كل من يدير الكرة المصرية أو مسؤول عن الكرة المصرية، راعي الناس، راعي الناس. أنت جاي في منصب تطوعي، يعني أنت المفروض أنك تيجي أنت أنسب واحد في المكان ده عشان أسمع منك آراء منطقية. أنا وأنا قاعد في البيت كده مش علاقة بالشغلانة، أنا قاعد في البيت النهاردة خدوا قرار بتعيين فلان مدير فني للمنتخب الأولمبي، أو قرروا أنه شكل الدوري الجديد هيبقى كده. على الأقل 3/4 الناس اللي بتشجع كورة تبقى راضية على الأقل يعني، الطبيعي ده. انا لو شغال في مكتبه وعندي 3 موظفين هبقى راضي، هبقى نفسي ان 2 منهم يبقوا راضين عن قراراتي. والله يا جماعه احنا هنفتح يوم الجمعه الساعه 10 قبل الصلاه وهنقفل وقت الصلاه بس وهنفتح بالليل تاني، فلو الثلاثه معترضين اكيد انا غلطان. لو الثلاثه شايفين ان انا بقول اي كلام يبقى انا اكيد وحش، اكيد انا بقول حاجه غلط. لكن لو 2 منهم هحاول اتكلم مع الثالث، احنا شايفين كذا واحسن كذا ونعمل كذا، نتكلم. لكن حتى القرارات بتتاخد وكده مع نفسكم يا جماعه، اللي زعلان زعلان. طب نتكلم، نعمل مؤتمر صحفي ونطلع نشرح للناس ونجاوب ونسال والصحفيين يسالوك وتقول رايك والناس تقول رايها واللي بينتقدك يقول رايه، لكن كده اي حاجه في اي حاجه واخرنا بنعمل مداخله مع اي برنامج علشان نقول راينا؟ لا ده مش منطقي. فاسمحوا لي ان انا في اخر كلامي ده، لان انا واحد من الناس اللي الحقيقه عندي اعتراضات كتيره على اللي بيحصل من اتحاد الكوره في السنين الاخيره، ودايما انا بقول كده مع كامل احترامي وتقديري لعلاقاتي الشخصيه مع الناس دي كلهم على راسي، وناس افاضل وناس محترمه وكل حاجه، لكن قرارات مش في محلها. اسمحوا لي في اخر كل اللي انا قلته ده ان انا اقول كلمه يعني انا بقولها كتير الحقيقه، لكن هو امتى هنشوف وشوش جديده بتدير الكره المصريه؟ امتى هنشوف وشوش ما عندهاش حسابات وما عندهاش علاقات وعندها هدف واحد بس؟ مصر، منتخب مصر، منتخب مصر الأول، منتخب مصر الأولمبي، المسابقات المحلية، منتخب مصر الشباب، معسكراتنا، حكاياتنا، مدربينا، الحكاية كورة. ما يبقاش بقى فيها أصل ده حبيبي وده صاحبي وده أعرفه من 20 سنة وده أبوه كان صاحبي وده خاله حبيبي، ما فيش الكلام ده في العالم والله ما فيش. ومش هقولك بقى قارن نفسك بالبلاد المتقدمة جدا والبتاع، قارن نفسك بالبلاد اللي هي مع احترامي ليهم يعني لسه مبتدينها أول امبارح، والله ما عندهم الكلام ده، والله ما عندهم الكلام ده، عندهم كل حاجة في مكانها. والنتائج بتبان على فكرة، يعني أي حد بيتطور وأي حد الدنيا بتروح معاه في حتة كويسة، في كأس العالم تلاقيه شكله حلو، في أولمبياد ناشئين كتير ومحترفين كتير، مسابقات محلية منتظمة، يعرف إن هم بيشتغلوا يعني لوجه الله بيشتغلوا. مش بقى جايين يصفوا حسابات مع ناس ما بيحبهمش ويجاملوا ناس بيحبوهم وياخدوا قرارات فردية ويعندوا مع السوشيال ميديا وأنتوا شايفين كده طب أنا هعمل كده. مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. فأنا برضو هوجه رسالة، واسمحولي ده أنا والله ما مرتب أي حاجة من اللي أنا بقولها دي، أنا كل الكلام طالع من قلبي. هوجه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس كلمة من حضرتك هتصلح اللي بيحصل في الكرة المصرية، كلمة من سيادتك هتصلح اللي بيحصل في الكرة المصرية. إدارة الكرة المصرية محتاجة، أنا آسف جدا،
انس في اللي فات ونرجع بقى مصر الرائده. انا طول عمري بعلم كل البلاد اللي حواليا كل حاجه في الكوره وكل حاجه اصلا، يعني انا بعلم كل البلاد اللي حوالينا دي، انا كمصر بعلمهم كل حاجه. انا طول عمري مع كامل الاحترام والحب والله لدول الخليج اللي متقدمه دلوقتي جدا في كل المجالات، انا صاحب الفضل، انا كجمهوريه مصر العربيه انا صاحب الفضل الاول في كل اللي وصلوا له الناس دي. فما ينفعش ان انا ابقى حتى البلاد اللي حواليا في افريقيا دلوقتي سبقاني لان هم عندهم نظام، وعندهم نظام ما بيختلش، عندهم كده حاجه ماشيه سيستم على الكبير قبل الصغير، واحمد زي الحاج احمد. مفيش حاجه بقى اسمها انه بحب احمد وما بحبش الحاج احمد، مفيش حاجه اسمها عندها مشاعر، الناس دي ما فيش مشاعر عندها، ده شغل. واللي بيحصل هيوصلنا نتائج سيئه جدا. انت عمال تصلح راس التورته، جبت كارلوس كيروش اللي كان بيدرب ريال مدريد، ايوه ما هو اللي تحتيه كله بايظ، ما في مليون حاجه تحت بايظه، صلح علشان النتائج تبقى مهمه، عشان النتائج تبقى واضحه، علشان ترجع تاني تبقى انت رائد من رواد القاره والمنطقه بالكامل. وفي نفس الوقت خليني اقول لك انه الناس متضايقه، الناس في الشارع متضايقه، الناس على السوشيال ميديا ده جزء من اللي في الشارع، في ناس كتيره جدا ما بتتواصلش عن طريق السوشيال ميديا، لكن الناس في الشارع متضايقه جدا من كل القرارات اللي بتحصل، من كل الوشوش اللي معتاده واللي بقالنا سنين بنشوفها واللي ما بيقدموش اي جديد، ولما بيطلع واحد عنده بريقه امل وبيعمل لنا شكل جديد يظهر شويه ويختفي. طب هو امتى الشباب هتاخد فرصها؟ انا مش فاهم يعني هل الشاب ده لازم يوصل يبقى عنده 50 سنه ولا 55 سنه عشان ياخد فرصه؟ ما ياخد فرصه وهو عنده 30 سنه، ايه المشكله؟ بايرن ميونخ بجلاله قدره مدربه عنده 34 سنه، 34 سنه ده اسمه شاب وراجل عظيم وعبقري وهيبقى نجم العالم الاول في خلال السنتين ثلاثه الجايين. انت بقى عندك الكلام ده؟ عندكش، ده صغير ما عندوش خبره. طب علمه يعني في ايده عشان المكان، ولا هو لازم انا اللي يبقى كل حاجه الفضل ليا ولو مش انا يبقى يانا يا شكرا؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. فهرجع تاني اقول فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، انا عارف ان حضرتك وسيادتك عندك ملفات مهمه كتير جدا جدا جدا، ما اكترها وما اهمها، وانا عارف ده كويس جدا، بس الناس وحضرتك انسان قبل ما تكون المسؤول الاول في هذه الدوله الكبيره، حضرتك انسان وعارف انه وبتحب انه المواطن المصري يكون مبسوط. الكوره من ضمن الحاجات اللي بتبسط الناس، اللي بتبسط المواطن المصري، الناس في مصر بتتنفس كوره، فطبيعي انه المسؤولين عن ملف الكوره يبقوا ناس حاسه بالمواطن وحاسه بالجمهور وحاسس بنبض الشارع. اتمنى انه كلمه من حضرتك توصل للناس اللي بتدير ملف الكوره المصريه انه يا جماعه صحصحوا، ركزوا، غيروا، تطوروا، بصوا حوالينا، شوفوا الدنيا ماشيه ازاي، ومش لازم اجانب ومش لازم حاجه خالص، بس على الاقل يبقى فيه وجوه شابه، ناس متطلعه، على ناس مثقفه، ناس متعلمه، ناس متنوره، ناس تقدر تدير. لكن كفايه بقى نفس الحاجات اللي بقالنا سنين فيها واللي ما بيحصلش فيها جديد. فاتمنى انه ده يحصل في القريب لانه الناس زهقت جدا، واتمنى الانتخابات الجايه بتاعه اتحاد الكوره تفرز لنا وجوه جديده تطلع منها حاجات كويسه وتفيد الكوره المصريه بس. شكرا. الزمالك بيحصل على موافقه الفيفا لقيد سيف الدين الجزيري، ده خبر ايجابي لكل الزملكاويه، ومش بس سيف الدين الجزيري، كمان محمد ونجم الجناح المغربي. فتعالوا ناخد نصر عزام نعرف منه كده اخر الاخبار الخاصه بالملف ده. طبعا نصر واحد من الناس المهمه في الملف ده واللي مسؤول عن الملف ده، فخلينا نفهم منه كده ايه اللي بيحصل في قصه قيد اللاعبين. يا نصر صباح الفل وسعيد بوجودك معايا. صباح الخير يا كريم، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. احكي لي عن الخبر ده الاول لانه خبر فرح الزملكاويه اكيد. سيف الدين الجزيري ونجم خلاص تم يعني استلام الموافقه من فيفا انه يتم قيدهم، صح كده؟ مظبوط تمام كده. وطبعا انت عارف ان في ظل ان انت في العقوبه اللي هي الايقاف اللي موجوده، فانت عندك في بعض اللاعبين اللي ممكن بوضعهم استثنائي كانوا موجودين مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت، طبعا في اكتر من حاله. فطبعا حاله ونجم يمكن في بيبقى عمل جماعي في النادي، سواء الجهاز الاداري موجود في النادي وطبعا اللجنه بتتابع هذا الملف برضه، وبالتالي انت بتقدر ان انت تخاطب الفيفا بشكل مباشر. وفعلا كنا اخترنا فيفا بخصوص ونجم وخدنا طبعا موافقه على تسجيل اللاعب مع النادي بشكل طبيعي، ولكن بيبقى بعض الاجراءات اللي يتم استكمالها عشان استعاده البطاقه الدوليه ليه، ودي لازم بتتم عن طريق اتحاد الكوره هو اللي يطلب البطاقه الدوليه. فدي الحاله بتاعت نجم يمكن كانت اسهل شويه لانها عامله زي حاله
مصطفى فتحي واللاعبين العاديين من الاعاره. ولكن طيب طبعا كان الموضوع تاني كان هو اللي اصعب شويه، كان موضوع سيف الجزيري هو بس اللي هو كان. بطاقته معاك انت كنادي الزمالك. نعم بطاقة سيف موجودة معاك انت كنادي الزمالك طبعا صح؟ كان هو سيف طبعا كان موجود بشكل مع تسجل مع الزمالك على سبيل الاعاره، ولكن بعد كده تم تفعيل بند الشراء للاعب مع نادي المقاولين العرب، ايوه وبالتالي اللاعب المفروض كان يستكمل ان هو مشاركته مع نادي الزمالك، وده يمكن اللي احنا اتعمل مذكره وتم اعداد مذكره قانونيه للفيفا، وكان طبعا بالمشاركه كمان مع احمد ابراهيم طبعا مدير شؤون اللاعبين للفريق الاول، وتم تسليم المذكره دي عن طريق التي ام اس اللي هو نظام التسجيل الدولي للاعبين، والحمد لله جت النهارده موافقه من الفيفا بحيث ان برضه سيف الجزيري ما بقاش عنده اي مشكله ان هو يتسجل مع نادي الزمالك خلال الفتره القادمه دي. طيب يعني كده موضوع سيف وموضوع نجم اتحلوا، لكن هل في اي جديد في موضوع حمدي النجاز وعمر كمال وشبانه؟ ما هم طبعا دول بقى الثلاث لاعبين اللي هم يعتبروا فيهم مشكله لازم يتم رفع الايقاف او الغائه عشان تقدر ان انت تسجل تأيده. اللاعبين الجدد. أوه. فطبعا ده موضوع لسه مستمر في المحكمه الرياضيه الدوليه، ان انت طبعا في الاخر انت اللي بيبقى في ايدك ان انت دايما تتخذ الاجراءات اللي انت ممكن تقدر تحافظ بيها على حقوق النادي وحقوق اللاعبين، فبتحاول ان انت من خلال المحكمه الرياضيه الدوليه ان انت توقف العقوبه على الاقل قبل انتهاء فتره التسجيل الاولى اللي هي في 7 اكتوبر، او ان انت تحاول ان انت تلغي العقوبه بشكل كامل سواء دلوقتي او على الاقل قبل الفتره الثانيه اللي هتبتدي في يناير يعني. بس ده طبعا هياخد وقت شويه يا ناصر صح؟ والله هو طبعا انت عارف في الحاله الاولى كان مع النادي المصري برضه انا كنت عملت استئناف ليهم في المحكمه الرياضيه الدوليه، كان عندهم ايقاف فترتين، فلغايه لما خدنا قرار بالغاء العقوبه كان قبل الفتره الثانيه. وفعلا كان خدنا قرار برضه، الموضوع ما بقاش سهل خلي بالك، لان في عندك انديه اوروبيه كبيره اتوقع عليها العقوبات زي تشيلسي ونفذت عقوبه طبعا فترتين قيد. طبعا فطبعا الموضوع ما بقاش سهل قوي مع الفيفا والمحكمه الرياضيه، لان الفيفا دايما بتبقى واخده موقف لا ان هي مصممه على يعني توقيع العقوبه وتنفيذها. فهنا بقى بيبقى الموضوع مع المحكمه الرياضيه اللي بتفصل ما بين النادي وما بين الفيفا في الموضوع ده. احنا بنتمنى طبعا اكيد بتسعى بكل الطرق الممكنه سواء بقى بالاتصالات بجميع الناس المسؤوله طبعا في هذا الملف، وان انت تحاول تاخد قرار من المحكمه الرياضيه الدوليه على الاقل بايقاف العقوبه دي قبل انتهاء الفتره الاولى، ولكن في الاخر يعني انت عارف ده بيبقى قرار للمحكمه الرياضيه الدوليه، وان شاء الله يكون في حاجه ايجابيه يا رب خلال الفتره الجايه يعني. ان شاء الله. ليه دايما الزمالك داخل في المعمعه دي يا نصر؟ يعني دايما كل الاجانب اللي بيمشوا سواء مدربين او لاعبين ليهم فلوس وبيمشوا بعلاقه متوتره وما لهمش يعني ما فيش حل ودي، ما فيش يمشي بتراضي زي ما بنسمع في اي حته، ليه دايما في مشاكل مع الزمالك وصلت ان لعيبه حتى الجمهور مش فاكرهم لكن ليهم فلوس وليهم مستحقات ومشوا بطريقه بايخه، ليه؟ بص يعني خلينا نقول ان ساعات في فترات معينه ممكن بيحصل فيها بعض الحالات في فتره معينه، فانت عارف كان عندك فعلا فتره قديمه كان عندك في بعض الحالات اللي كانت موجوده، ويمكن ده كان متسبب بيها برضو كان قرارات ساعات بخصم نقاط وكده، ولكن يعني تم غلق الملفات دي كلها، وكان تقريبا الفترة قبل الأخيرة دلوقتي كان مفيش تقريبا قضايا جديدة خالص، لغاية في فترة برضو تانية رجع فيها بعض القضايا اللي موجودة، ولكن ده كان سبب مهم جدا ان انت الفيفا ممكن بتاخد قرار بتغليظ العقوبات اللي موجودة عليك. لكن طبعا زي ما انت بتتكلم كلام مظبوط جدا، انت لازم دايما ان لما تعمل اي اجراء قانوني في التعاقدات في كذا لازم تبقى انت بتحافظ على ضمانة ان انت ما بقاش عندك فيه اي اخطاء او تنهيه بشكل كويس، وده يمكن اللي حصل خلال الفترة الأخيرة دي، ان انت كل الملفات المفتوحة دي تم اغلاق الملفات دي بشكل كبير سواء من خلال التقاضي او من خلال التسويات مع الناس بشكل مباشر. بس انت ليه لسه ليك لسه عليك فلوس كتيرة؟ يعني الناس بتقول ان انت الزمالك تخطت الغرامات او المستحقات اللي عليه اكتر من 20 مليون دولار. هو طيب انت بتتكلم شوف ارقام كبيره، انا يمكن يعني مش محامي النادي في كل القضايا دي، ولكن ممكن في بعض او خمس او ست قضايا الاخيره اللي كان كنت محامي النادي فيهم مباشره كان اجمالي المبالغ اللي فيها في القضايا دي كان حوالي 8 مليون دولار، احنا نجحنا ان احنا ننزل منهم حوالي 6.5 مليون دولار. حلو. فانت بتتكلم ان انت بالمديونات اللي بتبقى موجوده دي لازم انت تتعامل بشكل قانوني بشكل مظبوط بحيث ان انت تقدر تخفض المديونات دي، والجزء الباقي ما تسيبوش ان هو يقعد بقى فتره طويله ويتراكم عليه فوائد. طبعا لان الفوائد دي برضو بتبقى مبالغ كبيره، فلازم ان انت تخش على طول بشكل التسويه، ويمكن ده كان حصل مع مساعد جروس بوزيان فعلا كان في المحكمه خفض المبلغ شويه كمان بعد التسويه، واتقسط المبلغ على فتره وتم دفعه، مساعدين برضو باتشيكو برضو تم انهاء الموضوع ليهم وتم دفع مستحقاتهم، وفي نادي
بتاع المغربي بتاع حميد احداد أيوة. برضه تم اغلاقه. فانت بتحاول مريتم وكمان لسه القصه مفتوحه معاهم ها؟ في بعض الملفات طبعا لسه مستمره، ولكن انت كنت الفتره الاخيره دي، لان طبعا لما بيتراكم ملفات كتيره وانت عايز ترفع القيد انت لازم تثبت ان النادي لا ما عندوش كل الملفات دي. فانت كان بيسعى النادي خلال الفتره الاخيره باغلاق جميع القضايا عشان يكون سبب كمان للمحكمه الرياضيه ان هي توافق على وقف العقوبه اللي موجوده او رفع العقوبه اللي هو ايقاف القيد من على النادي. فانا بقول لك ان طبعا ده حاجه مجالس الادارات المختلفه ممكن بتعاني ان يبقى في حاجه موجوده قبليها. فلا انت لازم ان طبعا الانديه تبقى حريصه بشكل كبير على الموضوع ده، خاصه في الحاجات الدوليه، لان انت ممكن بتيجي حاجه تقول لك انا والله ده محلي بالنسبه لي يمشي ما يبقاش فيه مشكله، ولكن يبقى دوليا مخالف، فده يتسبب مشاكل بعد كده كبيره يعني. قصه كهربا فيها اي جديد القضيه الخاصه بيه؟ هي قصه كهربا طبعا فيها دلوقتي كان فيها جلسه خلال الفتره اللي فاتت دي في المحكمه الرياضيه الدوليه، وبعد الجلسه دلوقتي الموضوع محجوز للحكم. فدلوقتي في استئناف طبعا من اللاعب ومن نادي الزمالك. خلال الفتره الجايه المفروض متوقع ان المحكمه الرياضيه الدوليه تطلع قرار نهائي في الموضوع ده. دايما بسمع ان في محامي سويسري ومحامي ايطالي ومحامي مش عارف ايه، هل المحامين دول كلهم بيبقى في الاخر بالنسبه له يعني مش قلبه على الزمالك قوي، ولا القصه بترسي على ايه؟ لان انا بشوف ان بقى لنا سنين بنسمع عن ان الزمالك عنده قضيه والمحامي الفلاني الايطالي ولا السويسري ولا الفرنساوي ماسكها وبعدين ما بتتحلش، فبتبقى ايه المشكله هنا؟ يعني انت بتقولي دلوقتي ان احنا حلينا حاجات ونزلت حوالي 6.5 مليون دولار في اخر حاجه، اخر خمس ست قضايا، طب اللي فات ده كله فين؟ بص خلينا نقول ان لا، كل المحامين اللي بيبقوا موجودين يعني بيشتغلوا شغلهم بشكل محترف، يعني بغض النظر عن جنسية المحامي. ولكن انت في الاخر كأي نادي بيحاول ان هو يشتغل على ملف بيحاول يشتغل بافضل شكل ليه. ساعات ممكن يبقى في تعاون ما بين اكتر من محامي في نفس الملف، ده بيحصل. وطبعا اكيد لما انت بيبقى مثلا في حاجات ليها علاقه برضو ببعض المستندات اللي موجوده هنا في مصر، فطبعا باللغه العربي مش كل المستندات بتقدر انت تترجمها، فاكيد طبعا لما بيكون حد قادر ان هو يبقى عارف اللغه بيبقى عامل مساعد ان انت تقدر تخلص القضيه بشكل افضل. ولكن في الاخر المحامين كلهم طبعا موجودين، يعني احنا يعني يمكن مثلا عضو في الاتحاد الدولي للمحامين كره القدم، المحامين كلهم طبعا بيقوموا بشغلهم بشكل كويس ايا كان جنسيته ايه. ودي بتبقى حاجه مهمه في الاخر ان انت كنادي اصلا، ودي بقى النقطه المهمه عشان ما بقاش برضه نحط الموضوع على المحامين فقط، ساعات بيكون في اخطاء معينه انت كمحامي خلاص انت في خطا ثابت عليك ماشي. هنا دي اللي بيبقى فيها صعوبه في الموقف ان انت حتى كايا كان مين المحامي ان هو يقدر يتعامل مع الموضوع ده. فعشان كده بنقول ان المهم للانديه قبل ما تقع في المشكله من ساعه التعاقد، من ساعه مثلا فسخ التعاقد بيتم ازاي، لازم تكون بتضمن اجراءاتك من بدري. يعني دايما ساعات بيجي انديه يكلموك يقول لك طب الحقني في المشكله دي، تكون المشكله خلاص اصلا حصلت بالظبط. فمثلا زي على سبيل المثال قلت لك موضوع نادي المصري كان عنده ايقاف فترتين قيد، فعشان تحل المشكله بعد ما تكون حصلت بتبقى اصعب بكتير لو انت موجود من اول، انت تبقى ضامن التعاقد نفسه بيتم بشكل سليم، فبالتالي اصلا تتفادى ان انت ما يبقاش عليك عقوبه. من ضمن الحاجات بعيدا عن الزمالك يعني موضوع عبد الله الصعيد وقضيته، هل لسه القضيه شغاله ولا الامور وصلت لفين؟ يعني بص اعتقد طبعا يعني مش موجود في القضيه دي بشكل مباشر، ولكن اعتقد ان كان في طعن من كابتن عبد الله السعيد في المحكمه الرياضيه الدوليه حوالين هذا القرار. ويمكن هيكون الفتره الجايه بقى نشوف قرار المحكمه ايه في الموضوع ده. ناصر انا بشكرك جدا على وجودك معايا وبتمنى لك كل التوفيق في الخاص في كل الامور الخاصه بالزمالك، ان شاء الله تتحل على خير، لانه الزمالك مش مستحمل الحقيقه انه يبقى عليه غرامات وايقافات وحاجات كده. لكن خبر ايجابي للزملكاويه، سيف الدين الجزيري ونجم قوتين مهمتين جدا، وتحديدا سيف كمان لانه ما عندكش مهاجمين، انت عندك عمر سعيد فقط لا غير بعد ما خرجت اسامه فيصل اعاره وبعد ما يعني ما بقاش في حد تاني خلاص. فانت سيف مهم جدا وجوده، واعتقد انه خبر يعني بدايه اليوم النهارده لطيفه لنادي الزمالك. سيف الدين الجزيري تم قيده خلاص ونجم كمان الامور اتحلت. وكارتيرون بلغ عبد الله جمعه بانه قصه رحيله عن الزمالك اتقفلت ومفيش حد هيفتحها تاني، بعد ما القصه اتفتحت مره تانيه انه في كلام مع بيراميدز وانه ممكن الراجل يمشي ويروح هناك، واصل هو هيغير مركزه، لا ده مش قاعد لا ده ماشي. فاتكلم معاه امبارح واول امبارح على القصه دي بانه ركز مع الفريق عشان يكون لك دور الفتره اللي جايه، عندك منافسه صعبه جدا مع عبد الشافي وفتوح، ولو حتى غيرنا مكانك ورجعت مره تانيه لمركز الجناح فده برضه في منافسه شرسه جدا وفي ناس مثبته اقدامها، وبالتالي ركز واقفل باب الرحيل خالص، مفيش لا بيراميدز ولا غيره.
القصة انتهت تماما والعلاقة ما بين الاثنين رجعت لطبيعتها، وده طبعا بعد يعني تدخل من شيكابالا وطارق حامد ومجموعة من اللاعبين الكبار اللي بيحاولوا يحلوا القصص اللي ليها علاقة بال يعني اختلافات في وجهات النظر ما بين أي من لاعبي أو أعضاء الجهاز الفني في نادي الزمالك. وكلام كتير على النقاز حمدي النجاز التونسي الظهير الايمن، في كلام او مصدر داخل مجلس اداره نادي الزمالك قال بانه غالبا يعني هيكون في قرار باعاره حمدي النجاز بسبب الهجوم اللي تعرض له مجلس الاداره بعد التعاقد مع اللاعب وشويه المناوشات اللي حصلت على السوشيال ميديا ما بين اللاعبين، وبالتالي يعني عشان يضربوا شويه عصافير بحجر قرروا ان هم يوافقوا على اعاره اللاعب لاحتواء غضب الجماهير، وكمان لانه كارتيرون ما عندوش مشكله قوي في القصه دي، وفي نفس الوقت علشان اللاعب لو ما تمش قيده، وده اللي قاله وكيل اللاعب، قال انه لو المشكله هتتحل قريبا فحمدي قاعد وما عندوش حاجه، لكن لو هتقعد شويه فالاحسن ان احنا نطلع اعاره ونرجع. في كلام مع مين؟ في كلام مع اكتر من نادي، بيراميدز من الانديه اللي دخلت في الصوره، البنك الاهلي من الانديه اللي دخلت في الصوره، واكتر من نادي تاني، لكن من بعيد لبعيد لانه الناس متخوفه من فكره انه حمدي النجاز لعيب تونسي واجنبي ودولي وفلوسه كتير، فمش اي حد هيعرف يدفع له مستحقاته حتى لو على سبيل الاعاره لمده سنه. النهارده في النادي الاهلي في اجتماع عصر اليوم هيعقد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب اجتماع الساعه 4 النهارده عشان يناقشوا العديد من الملفات الخاصه بقطاعات النادي، ملفات خاصه بفروعه المختلفه ومناقشه ملف فريق الكوره، توابع الخساره من طلائع الجيش في السوبر، ويعني هيتكلموا مع لجنه التخطيط في النادي عشان يعرفوا موقفهم من بعض الاسامي اللي اتطرحت كصفقات محتمل وجودها في الفتره اللي جايه. لسه عندنا باب القيد مستمر او الانتقالات مستمره لحد 7 اكتوبر، وبالتالي عندنا فرصه اي نادي في مصر ان هو يدعم. وكمان هيناقشوا مصير الجهاز الفني لفريق كره اليد بعد خسارته من الزمالك في السوبر وفي الدوري، ففي كلام او في اصوات داخل النادي بتطالب بتغيير الجهاز الفني لكره اليد، في اصوات بتقول انه وكمان ليه لا ما نتكلمش في صفقات محتمل وجودها، ففي ملفات كتيره جدا مهمه هتبان نتائجها النهارده من خلال اجتماع النادي الاهلي. منتخب موزمبيق استدعى ميكيسوني لاعب الاهلي الجديد لويس ميكيسوني الشهير بميكي، انضم لمنتخب بلاده، فأعلن هوراسيو جونزالفيش المدير الفني لمنتخب موزمبيق قائمة بتضم 26 لعيب علشان تصفيات كأس العالم مواجهة الكاميرون، تصفيات كأس العالم 22. هيلتقي الفريقين يوم 8 أكتوبر في ياوندي في الجولة الثالثة، وبعدها بأربع أيام هيلتقوا في المغرب في المباراة بتاعة الجولة الرابعة، وعشان كده لويس ميكيسوني هو واحد من الموجودين في القائمة. ميكي طبعا كبداية عمل شكل يعني مبشر بالنسبة للأهلوية، لكن برضو مهم جدا انك تستنى وما تحكمش على اي صفقة جديدة غير بعد فترة علشان تقدر تقول هي صفقة يعني مفيدة ولا لا. مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد خلاص غرامة 300,000 جنيه على اللعيبة، ده الكلام ده كان حصل خلاص امبارح، والنهاردة هيتكلموا فيه تاني في القصة بتاعة الغرامات او العقوبة الخاصة بخصم 300,000 جنيه من كل لعيب في الفريق بعد الخسارة قدام طلائع الجيش في السوبر المحلي الاسبوع اللي فات. زي ما قلت لكم الاجتماع الساعه 4 هيبقى فيه كلام كتير قوي، ومن ضمنهم كمان فكره طرحت من موسيماني بالتعاقد مع مدافع سوبر. امبارح كنت بتكلم في القصه دي وقلت لكم انه احتمال يبقى فيه صفقه واحده احتمال، والصفقه دي لسه مش قادرين يحطوا ايديهم على ايه الانسب للفرقه، لكن موسيماني حاطط في دماغه انه انا عندي مشكله شويه في حته المساك. بدر بنون، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي. رامي ومتولي اصاباتهم كتير وجودهم مش مستمر، وفي نفس الوقت ياسر اختيار تالت، لكن ايمن وبدر هي التوليفه المناسبه اللي الراجل شايفها، العقل والعضلات، واحد بيبني وبيعمل وكورته عاليه والتاني بيحتك وبيلتحم وبيعمل وحاجات كده، لكن هو شايف انه لو في مدافع سوبر بمواصفات معينه مش موجوده في الثلاثه دول، في تحديدا اول ثلاثه بدر وايمن وياسر، ممكن جدا يكون موجود. في كلام على انه ممكن يبقى في حد، لكن في نفس الوقت هو مين في الدايره، مين في السوق المصري حاليا متاح بالمواصفات اللي الراجل عايزها؟ انا مش شايف حد، اعتقد انه مفيش حد سوبر فاضل، اللي اتاخد واللي فاضل مش هيتساب، وحتى المعارين بتوعك يعني كان في كلام على محمد عبد المنعم ان هو ما يستمرش في الاعاره الخارجيه ويرجع يفضل موجود في الاهلي يعني، لكن قرروا في الاخر بانه لا الراجل يطلع سنه كمان يستوي بالبلدي كده يعني علشان يرجع يبقى مدافع اساسي في النادي الاهلي، فوارد انه يحصل صفقه ووارد لا،
لكن كمان اللي اجتهد البعض فيه بانه موسيماني مهدد. انا شرحتها برضو وهشرحها تاني عشان لو محدش سمعها. موسيماني مش مهدد، لكن المسؤولين في الاهلي منقسمين بعض الشيء على بقاء واستمرار موسيماني في الفتره اللي جايه. يعني موسيماني في فتره من الفترات كان واخد اجماع من كل المسؤولين عن ملف الكوره في الاهلي بانه الرجل يستمر ويبقى هو الرجل الاول ورجل المرحله والحاجات دي كلها. لكن دلوقتي في اصوات من المسؤولين في النادي الاهلي بيطالبوا بانه لا، دلوقتي الوقت المناسب لتغيير الجهاز الفني، لانه خلاص اللي حصل مش هيحصل تاني. دي الاصوات اللي ضد بقاء موسيماني، لكن الاصوات اللي مع بقاء موسيماني واللي على راسهم كابتن محمود نفسه شايفين انه لا، الراجل ناجح، ما تقدرش ابدا تغفل نجاحه في الموسم اللي فات في 2 دوري ابطال افريقيا وبطولات تانية كتير وتالت عالم وحاجات كده. لكن في نفس الوقت اعذاره انتهت، احنا كلجنة لبينا له كل طلباته، الصفقات اللي هو عايزها جت، الناس اللي ما كانش عايزها مشيت، والناس اللي كان عايزها من الاعارات رجعت، والناس اللي طلعت اعارات طلعت، كل حاجة طلبها حصلت. فالمكان هو الراجل مستمر ومفيش مفاوضات مع حد، عشان اللي اجتهد وقال لك ده بيفاوضوا فلان وعلان وكلموا ترتان، مفيش الكلام ده، ما كلموش حد، محدش كلم حد، مفيش مسؤول جوه النادي الاهلي كلم مدرب قال له ايه رايك احنا عايزينك معانا الفتره اللي جايه، او جهز نفسك عشان سخن كده عشان موسيماني ممكن يمشي، ما حصلش. لكن كل الموضوع انه اطرحت بعض الافكار انه طب ما هو حتى يعني لو الراجل ما كملش هنجيب مين يا جماعه؟ يعني ممكن مش عارف مين، ممكن مين، يعني اسامي اتقالت، لكن كل ده في اطار افكار حتى مش معلنه ولا واضحه ولا رسميه، لكن انا بجيب لك من جوه جدا وانا متاكد من اللي بقوله لك. مفيش اي اتصالات مع اي حد، مفيش اي حاجه حصلت، مفيش اي خطوات هتتاخد في القصه دي، لكن في عدم اجماع. يعني لو افترضنا ان هم 5 اشخاص مسؤولين عن ملف الكوره، في 3 شايفين ان الراجل يكمل ومفيش مشكله خالص، وفي 2 شايفين انه لا. الثلاثه دول مين؟ على راسهم كابتن محمود الخطيب. فهل تتوقع انه في راي تاني هيخالف راي رئيس النادي ورئيس اللجنه والراجل الاسطوره النادي الاهلي في الكوره ويقرروا ان هم لا يمشوا الراجل دلوقتي؟ اكيد لا، مش هيحصل الكلام ده. في حاله التعثر ممكن الاصوات تتفتح اكتر او تقوى اكتر، او يعني طبيعي ان انا لما بخسر، لما خسرت من طلائع الجيش اهو شفتوا، لو خسرت من بيراميدز في الكاس اهو احنا كلامنا صح، لو خسر في اول 7-8 لقاءات في الدوري والشكل مش اللي هو ونقط راحت وبتاع، الحق نفسك بقى قبل ما تخش في مجموعات افريقيا وتلعب فرق تقيله وتطلع بدري ويبقى موسم وحش بالنسبه لك. فما تقدرش تقول ان موسيماني موقفه قوي بنسبه 100%، لانه ما دام في اصوات ضدك يبقى انت مش 100%، يبقى على الاقل هنقول 80% 70%. انما ده لا يمنع تماما انه فكره في مفاوضات مع حد، اصل في جروس، اصل في مش عارف مين، اصل في مين، مفيش الكلام ده، ما حصلش اي اتصالات مع اي حد ولا اي حاجه ولا جس نبض ولا اي حاجه، غير مجرد طرح اسامي. طب يا جماعه ما هو لو مشي مين اللي هيمسك؟ ما في فلان، ما علان موجود، ما ترتن في البلد الفلانيه، ما علان عقده خلص مع النادي الفلاني، لكن اكتر من كده ما حصلش حاجه. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل الاستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي، نطمن منه على الاسماعيلي. كابتن طلعت يوسف احد خبراء التدريب في مصر، صفقات مش كتير، طموحات الجماهير كبيره، موسم ما هوش سهل، المنافسه فيه شرسه جدا، مش بس على القمه لكن في نص الجدول، واللي هيهربوا من المثلث الخطوره ما تقدرش تقول حاجه. يعني العدد الناس اللي انت تطمن وانت بتواجههم قليلين جدا الموسم ده، لانه كل الفرق دعمت بشكل قوي جدا جدا جدا. فالاسماعيلي داخل الموسم الجديد عامل ايه؟ نعرف مع ضيفنا بعد الفاصل الاستاذ علاء وحيد، نتكلم معاه عن كل حاجه ليها علاقه بالدراويش برازيل الكره المصريه. خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد. الاسماعيلي برازيل الكره المصريه، واحد من الانديه الكبيره جدا في مصر والوطن العربي وافريقيا، والنادي الاول في الحصول على دوري ابطال افريقيا بمسماه القديم، لكنه نادي من الانديه اللي مهمه جدا والشعبيه الكبيره اللي تخطط حدود المحافظه بكتير. حالته ما تصرش،
ما تصرش الحبيب لانه ملوش عدو، لكن ما تصرش الحبيب بقالها سنين، ايه اللي بيحصل؟ خلينا نطمن كده، هل الموسم اللي جاي هيبقى مختلف عن اللي فات، عن الفتره اللي فاتت بشكل عام، ولا الامور لسه مش باينه؟ استاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي للاسماعيلي، برحب بحضرتك يا استاذنا وسعيد بوجود حضرتك معايا. انا سعيد جدا بوجودي معك كريم، وبشكرك جدا وبشكرك على مواقفك الجميله مع الاسماعيلي طوال الفتره اللي فاتت. الاسماعيلي من الانديه اللي انا يعني مش عارف اوصف ايه، بس انا بجد انا بحب النادي ده والله، انا من اكتر الناس اللي زعلانه على وضع الاسماعيلي، واللي شايف انه ما يستحقش ابدا 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 انه يبقى في حته عيب انها تتقال حتى او ترتبط باسم الاسماعيلي. انا حتى كنت برفض ان حته المهدد بالهبوط، انا معاك، انا موافقك، واقع وقتها بس كلام بايخ. انا موافقك، ولكن في ظروف اكبر بكتير جدا من الاسماعيلي واكبر من كل الانديه. في سيستم احتراف، هذا السيستم اتاح الفرصه للانديه ذات القدره الماليه ان هي تسيطر على كل وافضل اللاعبين، تسيطر على كل شيء، وبالتالي اصبحت الانديه الجماهيريه لا بتعتمد على افراد في الصرف، واصبح رئيس النادي دلوقتي قبل ما بيجي ان هو بيعد انه هيصرف ويشيل النادي. للاسف الشديد ده تسبب طوال السنوات الماضيه بالكامل الى ان احنا نصل الى الحاله المستنيين فقط فلوس الرعايه. بالرغم من المفترض مع قانون الرياضه الجديد هناك الكثير والكثير، مدخلات كثيره اقتصاديه، ولكن للاسف الشديد كل الانديه الجماهيريه بتعاني. لو احنا بصينا لنتائج الاسماعيلي خلال 5 سنوات، ونخلي بالخمس سنوات الاخيره، الاسماعيلي في 2016 2017 كان سادس الدوري، وده مركز طبعا لا يتناسب مع امكانيات الاسماعيلي. الاسماعيلي في 2017 2018 اصبح تاني الدوري، دخل البطوله الابطال الافريقيه، طلع من دور الثمانيه، ده يعد نوعا ما مع الامكانيات التي كانت متاحه انها حقق انجاز. بعد كده اصبح يعني المراكز بقى ايه، تدهورنا كتير جدا، 11 سابع ثم 11 ثم تاسع في هذا الموسم. هناك اشياء كثيره تسببت ان احنا نصل الى ده. ممكن تكون في قرارات خاطئه، ودي انا بعترف بيها وكلنا بنعترف بيها، ولكن هناك سيستم ايضا بيحكم الكره المصريه، بيحكم الانتقالات، بيحكم سيستم الاحتراف نفسه، خلى الانديه الجماهيريه الكبيره انها تتوارى. في انديه تفوقت زي النادي المصري مثلاً، استطاع عن طريق الاستقرار الفني ان هو يعمل فرقه قويه، النادي الاتحاد السكندري. ولكن لو احنا بصينا لنتائج كل هذه الانديه، هنبص لنتائج الاسماعيلي اخر 5 سنوات، لو احنا قسناها، فريق بيصل الى الدور قبل النهائي في البطوله العربيه، فريق بيصل الى دور الثمانيه في البطوله الافريقيه، فريق بيفوز ببطوله الجمهوريه للناشئين ودي كان من اقوى المنافسات ومن اقوى الصراعات، فريق بيطعم المنتخبات كلها بكل بمختلف الاعمار السنيه باللاعبين. احنا كنا فرحانين جدا لما لقينا باهر المحمدي في منتخب مصر، دي بتبقى فرحه عندنا، احنا كنا بنعد عدد اللاعبين اللي في منتخب مصر من النادي الاسماعيلي. لكن لو جينا قارنا بدراسه رقميه في اخر 5 سنوات لمعظم الانديه ما عدا الاهلي الزمالك بيراميدز، الانديه اللي هي عندها القدره الماديه، القدره الكبيره انها تصرف وانها تعمل فرق قويه جدا بلاعبين محترفين متميزين، هنلاقي الاسماعيلي من افضل الانديه حتى لو كان بينافس على الهبوط في الموسم الماضي. قيس بنتائج 5 سنوات، قيس بنتائج انا بيت خمس سنوات. انا ممكن اقارن بالاتحاد والمصري زي ما حضرتك قلت، ما ينفعش تقارن بالاهلي والزمالك وبيراميدز للاسف. وانا بقول للاسف ان الاسماعيلي من المفترض انه يقارن وهو ضلع ثالث، ليس مربع يعني، لا ضلع ثالث، هو ضلع ثالث تاريخيا وهو اكبر الانديه وكل حاجه. لكن دلوقتي لو انا قارنته بالانديه اللي بتحمل نفس الظروف شويه، اللي هي نادي بورسعيد ونادي اسكندريه، لا الاسكندرانيه والبورسعيديه مبسوطين بفرقهم، فرق موجوده دايما في الحته الاولانيه من الدوري، مربع بينافس بافريقيا، بيلعب بطوله عربيه، فايه الفرق يعني؟ هل هو مجرد اشخاص؟ بس عايز افكرك بحاجه، نادي من الانديه الجماهيريه الكبيره دي كان وقع بالفعل وسقط الى دوري الدرجه الثانيه، وتم تغيير نظام المسابقه عشانه، مع كل احترام والتقدير، وده المفروض. الانديه الجماهيريه الكبيره لا تقع. ولو جينا اتكلمنا نقول انا ليا صوت في الجمعيه العموميه زي صوت مركز شباب، مع الاحترام للانديه كلها، لكن ده الاسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري، انديه جماهيريه كبيره جدا. سيستم المسابقه اتغير واتعمل دوري بمجموعتين لما نادي الاتحاد السكندري وقع. وانا برضو بقول وقع زي بالظبط احساسي مع الاسماعيلي. لا، الاتحاد السكندري ما ينزلش دوري الدرجه الثانيه، الاسماعيلي عمره ما ينزل دوري الدرجه الثانيه. مش فقط ان ده المفروض بامكانياته الجماهيريه انه ينافس على البطولات، لكن لا، ده خط احمر، هذه الانديه خط احمر. لا بس في الكوره ما فيش حاجه اسمها كده.
يعني في الكوره في نادي ما قدمش موسم قوي ما اتطبقت كده. ما هو ده مش منطقي برضه. خلينا نتكلم بصراحه مع كامل حب يعني في مثال يعني في مثال صح. انا فاهم قصدي حضرتك بس قصدي انه ده في الكوره وفي الصح مفيش حاجه اسمها كده. لو الاهلي والزمالك قدموا موسم وحش ده اهبطوا، هي الكوره كده. طب متخيلها دي؟ متخيلها. هي صعب انها تحصل، انا عارف مستحيل. لا قدر الله لو حصلت. بس انا بقول لك يعني معلش هو في العالم ساعتها السيستم المسابقه مش هيتغير. ما علينا. بص طيب خلينا ندخل في الحته دي. خلينا انا قصدي انه الاسماعيلي لو جيت اقارنه دلوقتي بالاتحاد المصري في اخر سنتين ثلاثه الاشخاص هي الفرق. يعني هل وجود محمد مصلحي في الاتحاد ودعم ودفع الصفقات والصرف على الصفقات والحاجات دي في المصري نفس الكلام ايا كان المجلس ده او اللي قبله المحافظه بتاع ايا كان الطريقه، بس هل اشخاص هي الفرق؟ يعني لو وجدت الاشخاص في الاسماعيليه هيبقى الاسماعيلي موجود في حته احسن؟ لا هقول لك إيه؟ وخليني صريح جدا بدون مجامله، انا بقالي سنه وهو دلوقتي متحدث رسمي في المره الرابعه للنادي الاسماعيلي. انا من 2009 موجود مع 2009 كنت عضو مجلس اداره. بعدها متحدث رسمي في مجلس المهندس نصر ابو الحسن. بعدها مع الدكتور رأفت عبد العظيم. بعدها مع مجلس السيادة العميد محمد ابو السعود. وبعدها ابتعدت شويه يعني رحت لنادي القناه وعملت منظومه اعلاميه افخر بها. لما الاسماعيلي بعد يعني خامس سنه الاخيره تم استدعائي، وبقول استدعائي بتكليف، ورحت وسعيد جدا بكده بالرغم ان انا اول ما قابلت هذا مش عايز اقول لك الارهاب الفكري اللي اتعمل لي من ناس عرفها وما عرفهاش. ما تروحش، اوعى تروح، بتضيع مستقبلك، بتضيع اسمك وتاريخك، بتضيع وكلام كتير جدا بيتقال دايما عن الاسماعيلي وعن اي حد عايز يشتغل فيه. ده حتى اللعيبه يا راجل بتبقى جايه وعايزه تتعاقد بيجي لهم تليفونات اوعى انتوا هتروحوا في نادي ما بيدفعش. مع العلم النادي الاسماعيلي منتظم في دفع رواتب اللاعبين وعقودهم. النادي الاسماعيلي من اعلى الانديه في قيمه العقود بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز، وربما نتفوق ايضا في القيمه الماليه اللي اللاعب بيحصل عليها. فالنادي الاسماعيلي عايز اقول لك يعني امل للاعب. المعدل عندكم قد ايه تقريبا يا استاذ؟ المعدل عندنا احنا وصلنا فيها اولى بنعدي ال 4.5 و 5 مليون جنيه والله. وبعض اللاعبين عشان برضو تبقى عارف حضرتك فخر الدين بن يوسف قدم مردود رائع، ويمكن اللاعب الوحيد اللي ساب النادي وراح للنادي تاني والجمهور بارك له هذه الخطوه. فخر الدين بن يوسف عقده كان 270 الف دولار، ولما تم التفاوض معه عشان برضو الكلام اللي كان بيتقال كتير، لا ده فخر الدين يوم ما جه يمضي للمره الثانيه بعد ما كان جه برضو فتره وتم يعني عدم توافق ما بين طرفين وسافر عشان الدوري امتد فبرضو حصلت مشكله، رجع في المره الثانيه كان ب 270 الف دولار. مش كده وبس، وامتيازات ثانيه في احراز اهداف البطوله العربيه اللي كنا فزنا بيها كان هياخد اكتر. لما ومن اولها امضى سنتين، لا موسم واحد، وكان المفاوضات واقفه واستمرت ست ساعات لغايه ما مضى على موسم واحد فقط، واحنا كنا عايزينه يمضي موسمين. بعدها برضه لما تالق، وهو تالقه بان مع مين؟ مع كابتن ايهاب جلال. صح. يعني هو في الدور الاول كله احرز هدفين. في الدور الثاني ما شاء الله ماكينه اهداف الفرقه كلها فائت. ودول اللعيبه اللي انا كنت بطلع اقول من افضل اللاعبين، كنت بتهاجم هجوم شديد من كل الوسائل واثبتوا ان هم كانوا ثالث الدوري بعد الزمالك والاهلي في الموسم في الدور الثاني، واللي كانوا حصدوا ال 31 نقطه دول في الموسم لو كان زمان الاسماعيلي الثالث. فعشان كده بقول لحضرتك فخر الدين بن يوسف تم التفاوض معاه من فتره بعيده، وكابتن علي ابو جريش وكابتن عماد سليمان قعدوا معاه واتفقوا مع الاداره على المبالغ، واتفقوا وصلوا ل 350 الف دولار. و50 الف دولار حوافز يعني يوصل الى 400 الف دولار. طب ما يجي بقى مع كل احترام والتقدير لنادي بيراميدز ويدخل يقوم مرافع ودو شأنهم، انا بتكلم عن شأننا مش هقول هم عرضوا كام، ولكن اكتر وبكتير عن عرض النادي الاسماعيلي. طب انت لو انت دفعت له اللي هو دفع له في نادي بيراميدز، طب انت مطالب تدفع لنجومك واللي هم طالعين من ناشئين وشايلين الفريق واستحملوه في كل اوقاته، انت مطالب تدفع له زي ما هتدفع للي جايبه. ودي برضو فلسفه التفاوض دلوقتي في لاعبين، مش عايز اذكر اسماء، يعني الاسماعيلي تفاوض معاهم في لاعب طلب 9 مليون واللاعب الثاني طلب 8 مليون، ودول كان طالبهم كابتن ايهاب جلال انهم يجوا للاسماعيلي عشان السوق بقى كده خلاص. انت لو اديت لده 9 وكان التفاوض برضو قريب، يعني انت بتتفاوض معاه تقول له تاخد زي الفئه الاولى في الفريق او زي اعلى نجم بياخد من الفريق، رفضوا وراحوا مضوا في نادي ثاني وباقل مع كل الاحترام والتقدير. اقل من اللي طلبوه منه. ان هو بعد ما الاسماعيلي ما رفض خلاص هم بقى انت عارف بيبقى فيه
صراع السماسرة والوكلاء مع كل الاحترام والتقدير بيعرفوا ازاي يرفعوا سعر النادي وياخدوه في نادي تاني بسعر اقل نوعا ما، ولكن برضو السعر اللي راحوا بيه ما كانش الاسماعيلي يقدر يدفعه. ما كانش يقدر يدفعه ان انت هتعمل فرقه في الفريق هتبخس حق لاعبين يستحق انهم ياخدوا زيهم مش هياخدوا زيهم. فدي برضو فلسفه المفاوضات دلوقتي، ولو اتكلمنا عنها دي شأن اللجنة الفنية اللي الكابتن طلعت يوسف هو الآمر الناهي الأول والأخير في ان هو يقول مين يجي ومين يروح. طب هقف عند كابتن طلعت يوسف، راجل ليه خبرته وليه اسمه في الدوري المصري، بس الظروف قلقة الناس شوية في اسماعيلية. الموسم الجديد انت ما دعمتش بصفقات كتيرة، صفقات النادي محتاج صفقات وتدعيم علشان يرجع قوي، وعلى الخطوط في خبير، في راجل مطمن الناس شوية ان هو موجود، لكن هل الصفقات اللي تم ابرامها تكفي انك تبقى داخل الموسم الجديد بطموح الاسماعيلاويه؟ اكيد لا. المؤتمر الصحفي اللي قدامنا على الشاشه ده المؤتمر اللي اتعمل اعلان عن كابتن طلعت يوسف. يعني اولا في الجهاز الفني في كابتن محمد صلاح ابو جريشه كمدير للكره التاريخي، ده يعني عظيم. بص ده ادى ارتياح لكل الناس. انا عايز اقول لك اللي كان ماشي في الاسماعيليه قبل اختيار كابتن طلعت يوسف بالنسبه لكابتن ايهاب جلال كان وصلت لليل ونهار، هيجدد امتى هيجدد امتى هيجدد امتى، والناس كلها قاعده مترقبه. وبعدين لما تم عن الاعلان عن الجهاز الفني بقياده كابتن طلعت يوسف ادى نوع من انواع الاريحيه والاطمئنان ان كابتن طلعت من اكبر ومن افضل المدربين على الساحه حاليا. لما كمان يكون معاه في الجهاز محمد صلاح ابو جريش، كابتن محمد صلاح كمدير للكره، كابتن حمص كمدرب عام، كابتن محمد ابراهيم، لا اسماء كبيره واسماء الاسماعيليه في ارتياح كبير جدا لهذا الجهاز وفي ثقه كامله فيهم، والثقه قبل منهم كمان مع كابتن علي ابو جريش وكابتن عماد سليمان كلجنه فنيه. في تعاقدات واحنا اعلنا رسمي عن احمد عادل وعصام صبحي اعلنا رسميا. في لاعبين موجودين، في الترهوني خلاص خلص اعتقد، يعني كابتن علي اعلن ده، ولكن انا ما اقدرش اصرح بيها الا لما كل حاجه تنتهي، كل حاجه تخلص، يعني لما كل حاجه تنتهي من نادي في اهل طرابلس وكل حاجه تنتهي هنعلن رسمي باذن الله. وزي الترهوني في اكتر من لاعب، في لاعبين وفي لاعبين منتخبات أفارقة يعني كابتن طلعت قال حاجة أنا حقيقي مبسوط لها جدا، قال مش هعتمد على السيديهات، مش هعتمد على فيديوهات، مش هعتمد على اسم اللاعب، ممكن يبقى في حالة في وقت ويبقى في الوقت ده في حالة تانية، أشوفه بعيني حتى لو كان لاعب منتخب أول في بلاده وأحرز أهداف، يعني معدل هدف في كل مباراة بيلعبها وبيتم اختباره وإن كابتن طلعت يشوف. في أكتر من لاعب بهذه الشكلة، في لاعبين الفترة اللي جاية يعني النهارده يمكن او بكره يعني. والله حلو يعني مين. يعني يعني في اختبار لاكثر من لاعب في معسكر الفريق في اسكندريه، واحنا اغلقنا هذا المعسكر اعلاميا علشان برضو الجهاز الفني ياخد راحته في تجربه من يراه، ان انت ما بتلاقي بس اي حد غريب لو معدي جنب الملعب التدريب هيقول لك مين ده ده فلان ده. فبرضو يعني ان شاء الله باذن الله هيتم الاعلان عن صفقات. كابتن طلعت هو اللي بيختار بنفسه وهو الاول والاخر، يعني كابتن عماد سليمان كابتن علي ابو جريش قالوا كده في المؤتمر الصحفي، احنا مش هنختار لاعبين، اللي بيختار الجهاز الفني وهو اللي لازم يختار. وكان في بالفعل صفقات تم الاتفاق المبدئي معاه، عشان برضو بعض الناس قالوا توقيع، لا كابتن طلعت لابد انه ياخد رايه فيهم لم يتم الاعلان عنها. طالبها كابتن ايهاب بس برضو في حاجات يعني برضو اتقال كلام ان كابتن طلعت طالب لعيبه باسماء معينه، رفض فلان وفلان وفلان، لا ده ما حصلش خالص. كابتن طلعت جه لقى الفريق قال انا هلعب بدول، هروح بهم معسكر اسكندريه، محتاج من 5 لـ6 لاعبين، تم توفير 2 لاعبين، هو طلب في مراكز محدده بيتم تلبيه رغباته من خلال اللجنه الفنيه والاداره. ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله باذن الله يبقى في قوام فريق قوي يرضي كابتن طلعت. طب انا هسالك على اسمين بس اتقال ان هم قريبين من الاسماعيلي وبعدين الامور هديت مره ثانيه، عمرو الحلواني ورجب عمران، هل فعلا كان في كلام معاهم او الدنيا قربت؟ يعني اقول لك حاجه، انا كمتحدث رسمي للنادي يعني ما اقدرش اكد ده ان انا برضو انا يعني ايه بحاول بقدر الامكان، حتى لو قاعد في مكان جوه النادي وبيتكلموا عن اللعيب رايح او جاي بقوم، لان تسريب اسماء اللاعبين لكل الميديا بيضر بالصفقه. مش عايز اخليها، ودي الاسماعيلي كوى من الموضوع ده مثلا كتير جدا في الموسم الماضي والموسم ده كمان. يعني ده خلاص انت بتتفق على تسرب الاسم
على طول نادي من يعني مع الاحترام والتقدير اللي عندهم الملاءه الماديه الكبيره بتلاقيه بيتصل بنت هيدوا لك كام كذا، طب احنا ندي لك كذا، طب شكرا. العربيه بتحول الاتجاه من قبل محط تحصيل الرسوم، يعني احنا عندنا نقطه في الاسماعيليه يقول لك اللعيب ده عدى المطب اللي في محط التحصيل. لا ده من قبل ما يعدي المطب في الفتحه اللي قبلها، يعني في كبر عينه كده بيقوم لافف وراح على نادي تاني. فعشان كده اعلان اسماء اللاعبين خطا، يعني هو اللي عايز الاسماعيلي دلوقتي يجي الاسماعيلي عشان الاسماعيلي، مش عشان بقى الفلوس ولا البيع، ومش عشان افراد. يعني انت بتحب الاسماعيلي وعايز تيجي، في لعيبه على فكره تنازلوا عن كتير جدا، وفي لعيبه ممكن كان ياخد في نادي تاني اكتر من اللي كان ممكن ياخده في الاسماعيلي، ولكن هو فضل الاسماعيلي. ده اللي الجمهور هيشيله على الكتاف، وده اللي نحطه على دماغنا، ان ده اختار الاسماعيلي. وبعدين في نقطه تانية، في لاعبين كتير جدا معروضين على الاسماعيلي، لو انت عايز صفقات عشان ترضي الجمهور سهل جدا، سهل جدا. ولكن كابتن طلعت قال حاجه مهمه جدا، اللي يجي يبقى افضل من الموجود او زي اللي موجود. مش هتروح تجيب حد موجود احسن زيه احسن منه لمجرد ان انا بقول انا جبت اسم. عشان كده التوجه دلوقتي ان خلاص، يعني لو بصينا للسوق المصري مع الاحترام والتقدير، انا شايف ان مفيش فروق ما بين لعيب ولعيب، الارقام مبالغ فيها جدا، واللعيب المصري بيبالغ في السعر جدا او وكلاءه. شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، مش عايز اقول لك المعروض على الاسماعيلي قد ايه. الدول الافريقيه، زامبيا، كاميرون، نيجيريا، منطقيه اكتر من المصريين بكتير. وبعدين تتناسب مع فرقتك انت. يمكن مجلس الاداره في بدايه ولايته من 5 سنوات قال حاجه، مش هجيب لعيب ووعيده بحاجه وبعد كده ما اقدرش انفذها. اقول لك مثال بسيط، المجلس ماشي خلاص ما رشحوش نفسهم، وفي مجلس جديد انا بتمنى لهم يا رب كل توفيق، والنادي على مسافه واحده من 28 مرشح، 4 على رئاسه المجلس. مين الاربعه على الرئاسه؟ الاربعه على الرئاسه كابتن علي غيط، المهندس يحيى الكومي، المهندس نصر ابو الحسن، المهندس هشام عناني. دول على رئاسة المجلس. في 3 تانيين على النائب، وفي أمناء الصندوق 2 تحت السن 3، في 4 على النائب، وفي 15 في العضوية. في أسامي معروفة في العضوية؟ طبعا كلهم كانوا قبل كده، معظمهم كانوا اعضاء مجلس اداره، كانوا اعضاء مجلس اداره، وايضا من ضمن الرؤساء كان في المهندس يحيى والمهندس نصر طبعًا. بس قدموا استقالات. يعني مش عايز اقول مشكله من مشاكل النادي قبل كده، ان مجلس اداره بيشتغل ويلاقوا ظروف او هجوم جماهيري فيقوم مقدم استقاله. يبدا عضو في الثاني في الثالث في الرابع، وبعدين رئيس النادي في الاخر، هوب المجلس انتهى، هوب لجنه مؤقته، مجلس مؤقت، دخلنا في دوامه. الاسماعيلي دواماته بدات من امتى؟ من اخر 30 سنه من المجلس ما بيكملش. انت عارف المجلسين اللي كملوا، انا بحييهم، العميد محمد ابو السعود مجلسه كمل لنهايه مدته، والمهندس ابراهيم عثمان. بالرغم ان هذا المجلس يعني تعرض لهجوم، انا بصفتي كنت موجود في معظم المجالس اللي فاتت، نفس مفردات الهجوم، نفس المشاكل اللي بيبيع اللي بنفس، بس الناس بتنسى. بس المره دي اكتر بكتير، مش عشان سوء النتائج، يمكن عشان دخل افراد ما كانش الناس حباهم او قبلاهم، زي الوكلاء، زي سماصر. هي دي. لكن انا عايز اقول لك بالنسبه لمجلس اداره النادي الاسماعيلي، بتنتهي ولايته يوم 31 اكتوبر. بيتكون من شخصيات، من افضل الشخصيات على الاطلاق. المهندس ابراهيم عثمان من الشخصيات الاداريه المنظمه، رجل دولة بكل ما تعنيها من كلمة. الرجل صرف من جيبه لغاية دلوقتي ما اللي يعدي 60 مليون. ممكن نتفق ونختلف على أدوات استخدمها، ممكن هذه الأدوات عملت مشاكل، على حظ سيء عسر في تبديل المدربين بكثرة، على استعجال في تغيير المدربين، نتفق ولكن لابد أن احنا نتفق على أن ده رجل دولة، ورجل استطاع هو المهندس اسماعيل عثمان في فترة من الفترات أنهم يجيبوا 4 بطولات من 6 بطولات الإسماعيلي حصل عليها. فبالتالي سيستم إداري في النادي معمول من أروع ما يمكن. مديونيات المجلس ده جه كان فيه 18 قضيه في الاتحاد الدولي، تم تصفيه هذه القضايا، وتم دفع مستحقات الضرائب، التامينات، حاجات كتيره جدا. الالعاب، القطاع الناشئين، كان المدرب بيشتغل بالحب، يعني المدرب كان بيشتغل بياخد اجر يعني ما يكفيش مواصلاته، اللاعبين ما كانوش بياخدوا. دلوقتي القطاع الناشئين فيه اجور وفيه مرتبات معقوله، وفي لاعبين بياخدوا ايضا عقود في الناشئين، في فندق للناشئين، اعتقد الفندق الوحيد في كل الانديه المصريه.
في سيستم الالعاب استطعت تفوز على بطولات في كاس العالم، بطولات عالم زي الكيك بوكسينج، زي المصارعه، زي الالعاب القوى. احنا عندنا هاله صدقي دي نجمه مصر ونجمه النادي الاسماعيلي، هتشارك في بطوله العالم. عندنا بطولات في افريقيا، عندنا 800 لاعب في الالعاب الفرديه، عندنا 22 لعبه بنشارك فيها. لا، في شغل اتعمل. في مركز تاني الاسماعيلي خده في الدوري، في مركز الدور الثمانيه في بطوله افريقيا، في الدور قبل النهائي في البطوله العربيه، في بطوله الجمهوريه. اخفاق اخر ثلاث سنوات خلى الناس ما تاخدش بالها من اللي اتعمل، لكن لا، في سيستم اتعمل. مجلس الاداره فيه شخصيات انا بعتبرها من اروع الشخصيات على الاطلاق، شخصيات جامعيه وشخصيات رجال اعمال، ولكن اتظلموا من الهجوم الجماهيري ان محدش قادر يقيم راسه علشان يرد. يعني انا بقول لحضرتك، انا شفت في خلال هذه السنه عمري ما شفت، اولا اشاعات، ده انا لو طلعت معاك وقلت كلمه بتتحرف في بعض الصفحات بمعنى تاني خالص عشان يجيب هجوم على المجلس ويجيب هجوم عليا، لدرجه حرمت اطلع. يعني رغم كل اللي قلت عليه من ايجابيات، ده امال ليه الهجوم عنيف قوي كده؟ يعني الناس ملهاش مصلحه. نفس الهجوم على المجالس السابقه، بس زادت بايه؟ بزياده عدد الصفحات، بزياده السوشيال ميديا. بقى رواد السوشيال ميديا اكتر بكتير، فظهر هذا الهجوم. ولكن مش عايز اقول مفردات، نزول من بيوت الاسماعيلي بيموت، ده المفرد ده طلع في عهد مجلس من 6 سنوات، المجلس اللي بيبيع وكانوا بيمشوا في الشارع وكانوا الجمهور يعني المهندس ناصر ابو الحسن قاد الاسماعيلي وعمل شغل رائع، والاسماعيلي كفريق كان من اروع ما يمكن. المجلس بدا يستقيل واحد مع الثاني مع الثالث، مع كل احترام والتقدير، كل واحد عشان الهجوم الجماهيري، لغايه ما المهندس ناصر كان راكب عربيته وواحد قال له كلمه ضايقته، قال لك لا انا كرامتي ما تسمعش، قدم استقاله. انا عايز اقول الهجوم اللي حصلت، كل الحاجات اللي حصلت ما حصلتش قبل كده. يعني الاسماعيلي ينافس على الهبوط، حصل قبل كده اكتر من ده، اسرع على الهبوط يا فندم. لا، اسرع على الهبوط لا. طيب يعني لا، انا بقول لك ما دي عمرها ما حصلت في تاريخ. انا بص، بعزو الى قرار خاطئه تم اتخاذها، في اخطاء في تغيير المدربين الكثيرين، ده تسبب في ذلك. طب يعني تسمح لي اخش مع حضرتك بعقل المشجع اللي معارض لمجلس الاداره مثلا، او اللي شايف انه الاسباب الرئيسيه للي بيحصل في الاسماعيلي ده لاشخاص جوه النادي. مجلس الاداره بقياده ابراهيم عثمان مش موجود في النادي، دايما موجود يا في الصيف في الساحل يا في الشتاء في العزبه، مش موجود، بيدير التليفون بالتليفون، لا ده محمد شيحه هو اللي بيدير النادي، لا ده القرارات ما بتتخدش كده. كل الحاجات دي مخليه الناس مش قابله وجود المجلس ده، والدليل ان النتائج دي عمرها ما حصلت قبل كده. يعني لو انا ظلمك، ما انت ممكن تبقى بتعمل كل الحاجات اللي انا شايفك وحش فيها دي، لكن انت ثالث الدوري او بتنافس في الكاس، انا معك، لكن انت كمان بتصارع على الهبوط، فانت كلامي صح؟ بص حضرتك، انت يمكن قلت اللي انا قلته، الصفحات يعني موضوع الساحل ده مش حقيقي. الصفحه كتبته اتنقل في السوشيال ميديا واتخذ في قنوات واتخذ في برامج، فاصبح ان المهندس ابراهيم عثمان قاعد في الساحل وسايب النادي. لا، المهندس ابراهيم بيجي النادي. وهل معنى ان المهندس ابراهيم يروح لازم يظهر قدام الناس كلها ان انا رحت النادي؟ لا، حته ان شيحه، يعني انت ذكرت اسم شيحه تحديدا. اولا محمد شيحه افاد النادي في مرحله كبيره، ومحمد شيحه عمل حاجات ايجابيه جدا للنادي، على الاقل ما كانش بياخد نسبه اللي بعض الوكلاء بيجي قبل ما العقد ما يتمضي بيصر على نسبته، وده حصل كتير وبلاش نتكلم عنها. ولكن اولا ما كانش في تعامل ما بين الكابتن محمد شيحه في الفتره اللي فاتت دي خالص مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي. بس قبلها كان في، يعني قبل الفتره كان في زيه وزي غيره، زيه وزي اكتر من 5 أو 6 وكلاء تاني. انا مش بدافع عن حد ومش عايز ادافع عن حد، ولكن عايز اقول لك معظم اللي انت قلته من نقد ده كان بيطلع في الصفحات ومعظمه غير سليم. مجلس الإدارة ارتكب مجموعة من بعض الأخطاء للاعتماد على بعض الأفراد، ربما نتج عنه تغيير كتير في المدربين، بس انت بتجيب مدرب السيرة الذاتية بتاعته هو حظه ما توفقش مع الاسماعيلي، ونقول الموسم ده بس بتجيب ناس برضو هقول لحضرتك بلغة الكرة مدربين كسر، بس يعني بس مدرب من شرق اوروبا. انا هقول لحضرتك ان انا كنت عشان سعره قليل ويجي يقعد شهرين ما يمشي. في ناس بتقعد بقى ايه على اللاب ويدخل والاسماعيلي وبيعرض إيه، مش دي القضية إيه. مثلا ريكاردو بدا نهاية الموسم القبل الماضي وكمل فترة اعداد قصيرة جدا، انا ما اعتبرهاش فترة اعداد اسبوعين، وبعدين بدأ الموسم وبدأ الموسم بايه؟ باتنين تعادل وهزيمة وتم الاقالة. كان في رأي لما انتهى الموسم الماضي ان يتم تغيير ريكاردو والاستعانة بالكابتن ايهاب جلال. ومجلس الادارة قال يعني الموضوع ده ستناقش كتير، طب احنا لو غيرنا ريكاردو ما هيقولك تغيير ومش تغيير، وبعدين ريكاردو طلب حاجات تم تنفيذها، وريكاردو اسم كبير وحقق انجازات قبل كده مع النادي الاسماعيلي ومدرب كبير ومدرب مشهور، فلا يكمل بقى عشان ما ندخلش لسه في دايرة تغيير المدربين.
لما ما توفقش في اول ثلاث مباريات الراي اللي كان بيقول لا بلاش ريكاردو تغلب في مجلس الاداره، فبالتالي تم اقاله ريكاردو او الاتفاق عنه ما يكملش. الظروف بقى بعد كده كابتن طلعت في خلال 12 ساعه تم الاعلان اسم كابتن طلعت يوسف مديرا فنيا. حصلت حاجات بلاش نتكلم فيها، ظروف برضو نتج عن ان كابتن طلعت اعتذر في نفس اليوم. دخلنا بقى في الدوامه، ولاد النادي اللي بيتهاجموا دلوقتي، كابتن ابو طالب عيسى وده اللي الراجل سايب عقد ب 40 الف دولار في عمان، وعم الاسماعيلي قال له تعالى محتاجينك، جه وساب كل حاجه. الراجل كان عنده التهاب عصب سابع، وكان مطلوب منه انه ما يسيبش يعني راحه كامله. الراجل اول الاسماعيلي ما قال له تعالى كان اول واحد موجود وقدم مجهوده في ربع ساعه، تعالى وجه واشتغل وبذل اقصى طاقه واقصى مجهود. الامور اختلفت، كابتن خالد مش جاله كورونا تاني يوم. يعني لو اتكلمنا نقول 9 مدربين تم تغييرهم في الاسماعيلي في خلال الموسم، انا معاك حق، بس بظروف، بحظ عسر، بحظ سيء، بكل ما تعنيها الكلمه، الاداره تشارك في المسؤوليه. ولكن دخلنا بقى في الدوامه اللي نتج عنها ان الاسماعيلي في الدور الاول اخر الدوري وعدم استقرار. بس برضو ارجع واقول مش مجلس الاداره ده هو اللي جايب اللعيبه دول اللي في الدور الثاني كل اشاد بيهم وبراعتهم وحلاوتهم وجمالهم. طب ما ده معناه ان نفس اللعيبه دي في الدور الاول ما كانوش مرتاحين ولا مبسوطين ولا تغيير اجهزه فنيه. انا مع حضرتك، انا معاك في كده جدا. نفس اللعيبه، ما برضو احنا نقول لنا واللي علينا في خطا بتغيير الاجهزه الفنيه، بس نفس المجلس هو اللي جايب اللعيبه دول اللي ياما كان فيه تريقه وتنظير وكلام كتير في كل الميديا، ولما طلعت وقلت الاسماعيلي جاب احسن لعيبه اتبهدلت. بص اتبهدلت بكل ما تعنيه الكلمه. يكتب علاء وحيد في قناه النيل الاسماعيلي استقدم افضل لاعبين، وتعالى اتفرج على مهرجان الشتائم اللي بيتعمل. طب ما هم دول نفس اللعيبه اللي في الدور الثاني استطاعوا ان هم يبقوا ثالث الدوري في الدور الثاني. طب سؤالين قبل ما اختم. السؤال الاول، هل كان ممكن يعني وصول لصيغه تفاهم مع ايهاب جلال، ولا الامور كانت محسومه ومقفوله وصعبه جدا الاتفاق؟ يعني هقول لك حاجه، كابتن ايهاب جلال اعلن اكتر من مره وكل الجهاز الفني انه عايز يقعد في الاسماعيلي. ولما طلع يعني كابتن شوبير واكد، واكتر من يعني وسيله اعلاميه اكدت ان كابتن ايهاب مضى في بيراميدز، انا سالته وكان معايا شريف عادل. وكنا يعني بعد المباراه وكان الاسماعيلي فاز وكان هو مبسوط يعني وكان سعيد جدا، قال وانا وكابتن ايهاب ما حدش يزايد على حبه للاسماعيلي. هو قال لا انا ما مضيتش، ولا كل الكلام ده كلام كذب وما حصلش، وانا مستمر، انا طلبت طلبات، وبعدين طلبت حاجات بسيطة، يعني أنا طلبت لعيبة في المتناول ممكن ييجوا بسهولة. اللجنة الفنية تفاوضت مع اللاعبين، في بقى رأي اللجنة الفنية في لعيب أو ده شأن اللجنة الفنية مع كابتن إيهاب. هاخد كلمة كابتن علي أبو جريشة لما قال عدم التواصل المباشر مع كابتن إيهاب جلال تسبب عنه سوء تفاهم، وتسبب عنه لغط كبير في الشارع نتج عنه ان كابتن ايهاب لم يعد متواجد في الاسماعيلي، ان اللي كان بيتكلم مع اللجنه الفنيه مش كابتن ايهاب جلال. واللجنه الفنيه اخذت اكتر من ميعاد، منهم 4 مواعيد، وما كانش بيجي حد من لا كابتن ايهاب ولا حد هو مكلفه انه يجي يحضر النقاش. فبالتالي فوجئنا بعد كده بالاعلان عن توقيع البيرس. نتمنى له كل توفيق، يكفي انه انقذ الاسماعيلي في الدور الثاني، اعاد صياغه لاعبين الكل كان بيحكم عليهم انهم فاشلين، لكن هم اثبتوا انهم من افضل اللاعبين على الاطلاق، وبالتالي بنشكره شكرا جزيلا. ولكن صفحه واتقفلت بحلوها، انه ما فيهاش وحش، حلوها ان الكابتن ايهاب قدم اقصى ما يمتلك هو ولاعيبته وهو وجهازه الفني مع الاسماعيلي في الدور الثاني. احنا بنفتح صفحه بقى كابتن رساله بقى يوسف. رساله بقى مع يعني مضمون فيها كابتن طلعت يوسف لجمهور الاسماعيلي. كابتن طلعت محتاج الدعم الجماهيري من الجمهور. محتاج هدوء في الميديا حواليه، مش محتاج ان كل يوم حد يطلع كلام ينسبه اليه بيعمل مشاكل بينه وبين اللاعبين، انه اتقال انه طلب لاعبين بالاسم هو ما ده ما حصلش. كابتن طلعت قال لي ما حصلش، اتقال ان هو قال لا اللاعب ده لا او لا وازاي مضى في الاسم ده ما حصلش. هو كابتن ايهاب طالب طلبات بلاعيبه معينه ان شاء الله يتم تلبيتها. اتمنى بس ان الجمهور يقف جنب النادي بعيدا عن افراد. مجلس اداره انهى ولايته يوم 31 اكتوبر. انا واحد من الناس كجمهور بقى اللي اسمها بقول لهم شكرا، انتوا تحملتوا ما لا يتحمله بشر، دفعتوا من جيبكم كتير جدا كمان. اتمنى للمجلس القادم ان هو ان شاء الله الجمهور كله يلتف حول مين اللي هيجي النادي على مسافه واحده من الجميع. نتمنى يا رب التوفيق، وكل واحد حتى كان جوه النادي دلوقتي وخرج بره النادي هيقف ويدعو المجلس الجديد. نتمنى الجمهور بقى يصبر
يصبر على المجلس الجديد، يصبر على اللاعبين، يساند المعسكر المقام حاليا، يساند الجهاز الفني بقيادة كابتن طلعت، في كمان ولاد البلد زي الناس ما بتقول محمد صلاح بجريشة وحمص، فناصق ثقة كاملة كابتن علي، كابتن عماد، كابتن محمد إبراهيم، يعني هنقول أسماء رائعة فيها ثقة كاملة نساندهم. بلاش بقى الهجوم، بلاش ناخد تصريحات ونجتهد كإعلاميين أو صحفيين أو مشتغلين بالمهنة ونجتهد بتصريحات فيها اجتهادات خاطئة بتعمل مشاكل تانية كتيرة. لا، كلنا نقف جنب النادي في هذه الفترة، النادي أحوج ما يكون اللي احنا كلنا نتكاتف وراه. بنتمنى إن شاء الله الإسماعيلي يقدم موسم قوي يعني على قدر طموحات الجمهور، وبشكرك جدا يا أستاذ علي على وجودك معايا، وأتمنى كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله. أنا اللي بشكرك كريم، وبشكر أون تايم هذه المجموعة الرائعة اللي أنا شايف بالفعل إنها أضافت كتير للرياضة، وأتمنى بس إن الإسماعيلي يعني ياخد مساحة، يعني هو واخد مساحة كبيرة جدا يعني، ولكن زي ما بنعمل أخبار الأهلي وأخبار الزمالك نعمل كمان أخبار الإسماعيلي. والله بنعمل. أنت معك، أنت بتعملها. حبيبي يا أستاذنا، نورتني وسعيد بوجودك معايا. شكرا كريم، شكرا. أستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي كان ضيفي. بعد الفاصل أستقبل الكاتب الكبير وناقدنا الرياضي الكبير أستاذ حسن المستكاوي، نتكلم معاه في حاجات كثيرة، خليكم معانا. برحب بحضراتكم جديد، ناقدنا الرياضي وكاتبنا الكبير استاذ حسن المستكاوي ضيفنا. يا استاذ حسن صباح الفل وسعيد بوجود حضرتك. صباح الفل عليك يا كريم، اخبار حضرتك ايه؟ كله حلو الحمد لله. الحمد لله. الشياكه عايزه ايه اللي يقول؟ لا لا ولا شيء، ولا حاجه. لا الشياكه قوي يا استاذ. لا ولا شيء، ولا حاجه خالص. الشياكه حسن المستكاوي جاي النهارده متالق. ها يا ساتر. طب اسالك على اول حاجه بقى الناس بتتكلم عنها بقى لها يومين او بقى لها النهارده ثاني يوم، رايك في تولي شوقي غريب المسؤوليه؟ طبعا شوقي مدرب كبير في النهاية، يعني خد تجارب كتيرة، وصل كأس العالم قبل كده التالت الشباب في الأرجنتين، عمل مساعد مهم جدا للكابتن حسن شحاتة في إنجازاته اللي عملها. لكن أنا ما أعتقدش أن المنتخب الأولمبي كان نجح في طوكيو، والحقيقة برضو ده ليه أسباب كتيرة. لكن مثلا لما يتقال إن إحنا عملنا نتيجة مشرفة قدام البرازيل عشان 1-0، لا ده الحقيقة ده ضحك على الناس يعني. صح. لأن النتيجة المشرفة ليها علاقة بالأداء المشرف. أنت ما كنتش قادر في مباراة البرازيل تاخد الكورة خالص، ومناش ليك شكل ولا دفاعي ولا هجومي ولا حاجة، مش قادر تاخدها يعني. صح. مشرف ده اللي هو كاس عالم للقارات 4-3 اخسر وانا مبسوط. ايوه طبعا. بس فاذا بس يعني جزء من الـ من الـ من اللغط اللي حصل ان الناس حاسه ان في يعني فريق من المدربين هو اللي له الفرصه الذهبيه دائما انه يقود دايماً منتخبات مصر، دائما متواجد عشان يقود منتخبات مصر. هي دي المشكلة الحقيقة يعني. ومش عارف يعني، أنا كان رأيي طبعا أنك تحاول تجدد في الأجهزة، تدي فرصة لدماء جديدة، تدي فرصة لمدربين صغيرين يبقى عندهم فكر مختلف. ناس جديدة يعني. وده لا يقلل خالص من الجهد والإنجازات اللي كان عملها الكابتن شوقي في سواء مع المنتخب الشباب او مع المنتخب الاول مع الكابتن حسن شحاته يعني. لكن هو قرار مش موفق من وجهه نظر حضرتك يعني، زي المصريين كلهم ما شايفين. ما هو شوف، بغض النظر عن الاشخاص يعني مين المدرب، بس انا بتكلم عن فكره انك تمشي مدرب وتجيبه تاني، دي مش منطقيه يعني. انت تبص لل يعني نتكلم بصراحه يعني، بص لتشكيل الرابطه بتاعه الانديه. وجوه جديده، لكن الناس وقفت عند اتنين اللي هم رشحهم للاتحاد. ما بيش طعن في كفاءتهم. ماشي. انما الناس برضو حتى لو كان في كفاءه، الناس محتاجه تشوف ناس جديده، تشوف صح وجوه في العمل التنفيذي اللي بيدير وجوه جديده يعني. الناس محتاجه كده، فالناس عايزه تشوف امثله زي احمد دياب وعماد متعب، ولو وش جديد يمكن يطلع فكره حلوه. يمكن يقول حاجات جديده. طبعا طبعا. وعشان كده حتى كمان انا بتكلم على يعني الوجوه الجديده في عمليات الاداره والتنفيذ وفي شباب كتير جدا عنده اكثرهم. والله يا استاذنا ما اكثرهم الحقيقه. ده اللي يضايقك انه عندك قدره وعنده افكار متعلمه وناس شاطره وكل حاجه.
انا طبعًا. من ضمن المؤيدين جدا لتجربه زي تجربه حسام الزناتي، رغم انها كانت قليله ورغم ان هو والله ولا صاحبي ولا بجامله ولا اي حاجه، بس التجربه كان بتقول ان في حاجه، يعني عندنا حد اهو والله يقدر يعمل مسابقات وعادي والدنيا سهله وجميله وصحيح. طبعا طبعا، وانا قابلته في اسكندريه يوم القرعه بتاعت كاس الامم لكن فعلا شاب يعني عنده حاجات جديده يعني انا نفسي بقى ان التجربه دي تتكرر كتير. هل صعب انك تشوف وشوش جديده في اتحاد الكوره، في رابطه الانديه؟ انا اعتقد ان الاتجاه يعني؟ ان يبقى في عمليات تحديث شامله لصناعه الكوره في مصر. انا حاسس ان ده هو ده الاتجاه يعني. يا ريت والله. لا، بتكوين الرابطه دي انا عندي الاحساس ده يعني ان في يعني. انا عايز اقول لك حاجه، ان رابطه الانديه المحترفه في الامارات اتعملت سنه 2007 كانت لجنه، بعدين بقت رابطه في 2013. السعوديه كانت رابطه في 2008 لجنه في 2008 وبعدين بقت رابطه في 2012. حلو. تونس 1994 كانت لجنه ورابطه، وهي اول رابطه للانديه المحترفه في العالم العربي وفي افريقيا. 94 مصر وبمناسبه تونس احنا هرمنا واحنا بنطالب ان احنا نعمل رابطه. مصر بريادتها وتاريخها بتعمل رابطه في 2021. يعتبر 2022 يعني. 2022. بصراحه بالنسبه لي ده شيء مذهل جدا جدا. اتمنى انها كمان يبقى ليها يعني تاثير، تبقى ليها راي وليها تبقى مفيده يعني للكره المصريه. هل تتوقع انها تغير الشكل شويه الفتره اللي جايه؟ ما هي مدتها سنه. هي رابطة تاريخية. أيوة. فعلا تاريخية. أنا ما بحبش كلمة التاريخي دي طول النهار، لكن هي تاريخية من ناحية أنها الأولى في تاريخ مصر. بالزبط. يعني بالزبط. ومكلفين بحاجات هيحطوا الأساس إلى المرحلة القادمة يعني. هم الموسم واحد يعني عندهم تكلفات، الدوري السنة دي، النظام الدوري يعني اللي هيعلن يوم السبت، وبعدين دراسة بقى النسب والبيع الجماعي ده غير الرعاية. الرعاية بتاعت كل نادي هو لوحده، هو حر. لكن الحقوق البث والرعاية وعندهم بقى، أنا رأيي يعني يستعيروا برابطة البريمير ليج. هي رابطة البريمير ليج مكونة من 339 صفحة، أنت عشان تقعد تقرأ فيها هتزهق طبعا، لأنها فيها تفاصيل التفاصيل. يعني طبعا والرابطه بتاعت مصر لما تحط فيها يعني نظام اساسي ولوائح لازم يحطوا التفاصيل اكتر من البريمير ليج، لان اللي عندنا احنا يطلع يقول لك اصل اشمعنى في سنه 66 ليه سموها كده وما عملوهاش كده. في سنه مش عارف 67 كان فلان اعترض على حكم وما حصلوش حاجه. فازاي يعني؟ بص لازم تشرح له اي حاجه تحط كل الاحتمالات طبعا يعني الاحتمالات اللي مش ممكن تحصل ابدا تتحط برضه، لازم تحطها في ال 300 صفحه يبقوا 3000 صفحه عادي. ان شاء الله يعني تعمل موسوعه. طب شكل الدوري الجديد بما انه لسه ما اتعملش، هم عندهم ثلاث اقتراحات ومفيش اقتراح منهم واخد اجماع. كل الانديه المجموعتين المرفوضه من الانديه، البلاي اوف اللي هو الدور واحد وبلاي اوف يعني 10 و8 و10 برضو يعني شوية وشوية. ده هيخلص في اخر 6 مثلا في يوليا. الدوري العادي يخلص في 30 اغسطس زي ما ده لو عادي دورين ومضغوط، اللي هو هيبقى مضغوط جدا. تتوقع اصلا انه هيقدروا يلعبوا فعلا كل 3 ايام ويبقى مضغوط الضغطه اللي قالوا عليها؟ هو بقى شوف يعني الاقتراحين المطروحين بالفعل غير الثلاثه يعني مجموعتين مرفوض، لانه هيضعف عارف مش هيضعف في المستوى الفني بس يعني التسويق الفلوس يعني. اوكي. لكن ممكن قوي تبقى دور واحد، الدور ممكن يبقى عشان تترحم الانديه من الدوري المضغوط جدا. يبقى اللي هو يعني دور واحد وملاعب محايده وحاجات كده. دور واحد وفي بقى البلاي اوف بقى 8 فوق و10 لتحت. لكن لو اتعمل دوري عادي ومضغوط على الله حد ياجل المباراه. اما نشوف. بص على الله حد ياجل المباراه اما نشوف. لا الاهلي ولا مش الاهلي والزمالك هيلعبوا في افريقيا والبيراميدز والمصري في الكونفدراليه. على الله حد ياجل يعني
الأندية دي لازم تبقى عارفة أنت هتلعب في أفريقيا مفيش تأجيل، مفيش ساعة تأجيل، مفيش تأجيل. وأنا تاني بقول، تاني قلتها كتير قوي والله بقولها تاني، عمري ما سمعت إن ليفربول بيقول أنا بمثل والله العظيم أنا في مهمة قومية لإنجلترا. عامل أندية عمل إيه؟ لعب الناشئين خسر من أستون فيلا 5-6 5 عشان كده، عشان قال لك انا كاس عالم انديه يعني اللي هو برضه كاس عالم لانديه انا بلعب فيها، من فضلك اجلي الماتش. قال له لا مش متشكرين، لعب هناك في نفس التوقيت. فهو حضراتكم عايزين افريقيا مفيش تاجيل مباراه، صح ولازم الرابطه تكون قويه في ده يعني. لكن طبعا عندها مهام صعبه جدا، نظام النظام الاساسي واللوائح والنظام المسابقات والبيع الجماعي والبيع ونسب التوزيع حقوق البث، دي مسائل كلها عايزه طبعا مجهود ودراسه دقيقه ومفاوضات ومناقشات كثيره مع الانديه يعني. قائمه كيروش الاولى شفتها ازاي؟ هل منطقيه الاسامي اللي موجوده فيها؟ الاستدعاء الاول لابراهيم عادل، لمهند لاشين، ظهور احمد سمير، ظهور بسام، اعتقد انه اخذت يعني حاله من الرضا يعني. اتسالت سؤال في مباراه بيراميدز الاخيره، كان بيراميدز ومين؟ وسموح بالكاس، بيراميدز وسموح، وشوفنا كيروش. فيعني الزميل العزيز بيسالني تفتكر يعني هياخد حد من دول؟ يا سلام عليك، هياخد مين من دول؟ ماشي، قلت له مش هياخد حد خالص يعني، يوم اتنين تلاته، لان القائمه كانت اتعرفت قبل الماتش. ماشي، يعني ابراهيم عادل، عبد الله السعيد، مش عارف ايه ده، حاجات يعني، لكن حد جديد يعني لا. وغالبا المنتخب هيلعب ماتشين ليبيا بنفس الوجوه اللي القديمه اللي هي يعني بالتشكيل اللي الناس عارفاه يعني، مفيش اللي الناس عارفاه تقريبا، بواحد او اتنين ممكن يدخلوا جديد. لو كان كيروش اولا جريء جدا ومغامر وله وجهه نظر غير 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 يعني ما هي غير توقعات الجميع، يمكن ياخد واحد او اتنين جداد. ماشي، احتمال يعني، احتمال، لكن الوقت ضيق قوي والمباراتين عايزه، ما عندوش، هو اصلا كيروش ما عندوش طرف التبديلات والتغييرات والبتاع. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا مش ماشيين باستراتيجيه يعني، احنا مش مجهزين اجيال. احنا عشان كده تلاقي المنتخب بتاعنا في جميع العصور من ايام الشيخ طه اسماعيل، دكتور طه اسماعيل، والشاذلي، و صالح سليم، ومصطفى ريا، كل دول بنشتغل بجيل لغايه ما يتنحل خالص، بعدين نبقى نشوف اللي بعدين نشوف الجيل اللي بعدين. طب ده يرجعني بقى لاول حته سالت حضرتك عليها، مش الطبيعي ان انا اجيب مدير فني يبقى عنده تنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الاول علشان لما ننقل النقله دي يبقى الناس عندها نفس الفكر؟ يعني اتكلم مع كيروش، ايه رايك اجيب لك مين؟ يمكن يبقى عنده حد في دماغه، ممكن مثلا. شوف يعني انا بزعل قوي ان يعني احنا في الاعلام يعني بنتكلم الكلام اللي المفروض يتكلموا الناس في اتحاد الكوره ويتكلموه من زمان، اللي هي بديهيات تعتبر اللي هي بديهيات. يعني انا بقول لاتحاد الكوره، بقول لاتحاد الكوره والجهاز الفني بتاع المنتخب والاجهزه بتاعه الاولمبي وغيره، من فضلكم اطلعوا على تجارب العالم. شوفوا الالمان مثلا، انا معجب بالالمان جدا مثلا، طريقه الالمان في اعداد الاجيال، صح، عملوا ايه، اشتغلوا ازاي. احنا مش بنشتغل باستراتيجيه يعني، بمعنى ان طول حياتي المهنيه انا عمري ما شفت منتخب مصر بيستعد بيعمل ماتش تجريبي في الفيفا ديت او في غير قبل الفيفا ديت كمان عشان يحضر يعني عشان يجرب يعني. احنا دايما ماتشاتنا زي ليبيريا كده، يا نهار اسود الحقونا، ده احنا عندنا ماتشين مع ليبيا، طب حد عايزين نرتب ماتش ودي قبل ليبيريا؟ لا، فالمتاح مين؟ يلا هاتوا ده. انت بقى انت المفروض تبقى عندك في الثلاث سنين كل سنتين ثلاثه قدام عندك الفيفا ديت ده متثبت طبعا لسنين يعني، فانت عارف مواعيدك، فانت عارف المواعيد. فحبيبي انت لازم تثبت في المواعيد دي ماتشات، لازم بغض النظر بقى كيروش موجود، صح، ابراهيم عبد الصمد موجود، اي حد، أي حد موجود، صح، والخصم نفس الكلام، الخصم ده كمان بناء على فكره ابراهيم عبد الصمد طبعا، كابتن ابراهيم عبد الصمد لعيب كبير في النادي الاهلي طبعا، بس هي اسم يعني كده طلع كده بس جه في بالي يعني. لكن قصدي يا استاذ حسن ان انت كمان بتحدد الخصم ده بناء على هدف يعني، انا النهارده عايز اجيب
تشيلي عشان هدف معين من المدرسة اللاتينية، أنا عايز أجيب الإمارات عشان هدف معين بلعب، مش كده ومش أي حاجة. ببساطة جدا، ما إحنا مش مختلفين، يعني إحنا في نفس الموقف بتاع تونس والمغرب والجزائر. حلو. ما تشوفوا تونس والمغرب والجزائر لعبوا مع مين؟ كم ماتش؟ 6 ماتشات تقريبا في السنة اللي فاتت دي. ماشي. شوفوا حاجات مختلفة. شوف تصور مختلفة. الجزائر احنا طبعا. احنا حتى ما عندناش تصور لكأس العرب وكأس الأمم الأفريقية. هو الجزائر هتلعب بالمنتخب المحليين في كأس العرب المدعم بمنتخب بلعبة محترفة في دول عربية. صح. والمنتخب الأول بتاع الجزائر مالوش دعوة هيلعب بكأس الأمم بس. احنا هنلعب كأس الأمم كأس العرب باللعيبة بالمنتخب الأول، وكمان كأس الأمم الأفريقية بالمنتخب الأول. هل ده أعلن ولا لا؟ لا ما لسه يعني ما أعتقدش إنهم لسه عارفين إيه. ما هو المقرر فعلا. أوه. هو اللي أنا بقوله ده. فاهم. هنلعب بالمنتخب الأول في أي حاجة الدورتين. ما فيش حاجة تانية طلعت غير كده. ماشي. فهل ده صح؟ أنا ما بشوفش إن هو صح. طيب أنت ليه خايف تجرب بمنتخب تاني؟ ماشي. عشان الناس هتنتقدك وتقولك ده احنا العرب احنا الريادة احنا البتاع ده انتوا اسأتوا لينا. لازم حد يتكلم، لازم حد يفهم الناس ويخاطب الناس ويقول قراراتنا يعني مبنية على كذا وكذا وكذا. صح. كذا 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 صح. يعني. وده طبيعي انه اتحاد الكورة لما يخاطب الناس مؤتمر صحفي ويتكلم وياخد الأسئلة ويجاوب ويشرح وانا مش حتى مش عبر مداخلة في برنامج حتى يعني. كمان بالنسبة للرابطة يعني أنا كنت أتمنى أن رئيس الرابطة المنتخب يطلع يتكلم في مؤتمر صحفي. صح. مش لازم أسئلة أو أجوبة حتى هو قدام الناس سبيتش ويقول للناس التفاصيل كلها خلاص يعمل بريفينج كده إحنا هنعمل كذا وكذا 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 وكذا. صح. أنا مش فاهم ليه يعني كل اتصال بالرأي العام بيبقى من خلال مداخلات أو برامج تلفزيون. يعني أنا ما أقصدش طبعا، بس أنا بشوف أن من واجب المسؤول أنه يطلع يكلم الناس في وجها لوجه. صح. في مؤتمر رسمي كلام. مثلا عشان يعني ما يجيش مثلا صحفي يكتب أو إعلامي يقول مصدر مسؤول قال كذا. صح. يعني المصادر اللي بتتكلم من وراء الستارة دي بعد مفيش كده في العالم كله يا استاذ حسن. والله انا عمري ما شفت رئيس اتحاد في اي دوله ثانيه بيطلع يتكلم بمداخله في برنامج وما يقولش التفاصيل بتاعه حاجه مهمه زي اختيار جهاز فني ولا بطوله ولا بتاع. لا طبعا مش في مؤتمر. عمري شفت في حياتي. طبعا لازم في حياتي. لازم يعني كده. حتى في البلاد العربيه مش هقول لك في انجلترا وبتاع، في البلاد العربيه برضو مؤتمر وناس وقاعده وبتاع وبدل وشياكه واسئله رايحه وجايه وكلام، يبقى في حاجه رسميه. طبعا وتختار يعني تختار كمان الميديا اللي هتقعد قدامك طبعًا مين يعني طبعا يعني عشان يبقى عارف كمان الراجل ده هيسالني سؤال في محله مش جاي يعني هجس يعني انا بقوله هو تختار لان ده ما هوش مؤتمر صح. حتى المؤتمرات الصحفيه بتاعه الماتشات غالبا بتبقى يعني بتبوظ يعني بتفسد يعني لان الاسئله غالبا بتخرج عن اطار المباراه اللي انت المفروض تتكلم فيها يعني حاجه ثانيه بقى مشهد انت مش عارف قلت ايه في الكاميرا وجابتك وانت بتعمل ايه حاجه ثانيه يعني خالص يعني حاجات كده كلها حصل يعني ما سلمش عليك وهو طالع فمالاش ده في ماتش من 3 سنين فيعني مالاش علاقه بالموضوع. فيعني لازم تختار الميديا اللي تقف قدامها وتتكلم. انت مش بتخاطبها هي مباشره، انت من خلالها بتخاطب الراي العام. صح. ويبقى على الهوا كمان. صح. عشان ايه يبقى الموضوع يبقى واضح وصريح ومفيش مونتاج ولا اي حاجه. طبعا صح جدا طبعا. لغايه امتى هتفضل الناس المصادر المسؤوله بتتكلم في مداخلات او بتتكلم من وراء من خلال تصريح في موقع ولا بتاع بس من مصدر مسؤول. المصدر اللي بيخفي اسمه ده مش مسؤول خالص. يبقى في حاجه. يبقى هو خايف يعلن يعني اسمه. يبقى في مشكله يعني. يا اما انت مش من حقك تتكلم يا اما انك انت بتقول كلام وجهه نظرك انت الشخصيه. أيوة. ولا تعبر عن الاتحاد بتاعك. صح. او عن صح. الجهاز بتاعك يعني، وبالتالي مش عايز تعلن اسمك عشان ما تعملش مشكله. انا مش فاهم يعني غريبة الحقيقه جداً. بقت حاجه منتشره الحقيقه جدا في لا مش منتشره ده هو ده الظاهره العامه. يعني كله كله بيبقى مصدر مسؤول او صرح مصدر وما فيش حد يا اما بقى حد متحدث باسم الاتحاد يعني. صح. هو الرسمي هو اللي يطلع يتكلم بالظبط هو اللي يتكلم وهو حتى كمان اللي يعمل بريفنج يعني. طيب عندنا كلام تاني كتير نقوله مع ضيفي استاذنا الكبير استاذ حسن مستكاوي. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. خليكم
مرحب بحضراتكم جديد، مكملين كلامنا مع كاتبنا واستاذنا الكبير استاذ حسن مستكاوي. استاذ حسن، الاجتهادات اللي طلعت في الكام يوم اللي فاتوا عن تغيير موسيماني احنا اتكلمنا فيها مع بعض، لكن هل موسيماني موقفه مش ثابت، ارضه مش ثابته دلوقتي في الاهلي، ولا لا كل ده اشاعات ومفيش حاجه والراجل هيكمل عندي؟ لا يعني انا احساسي ان هو نفسه، سيبك من الاشاعات، انا يعني رد فعله في المؤتمر، ما هو ده بيبان في المؤتمر الصحفي، هو بيتكلم فيها، هو اللي بيتكلم مباشره، تشعر ان هو يعني جمله قالها في الماتش اللي فات ادينا بما معناه، يعني هو انا كسبت يبقى انا كويس، يعني خسرت يبقى انا وحش، ده المعنى. فهو حاسس بالنقد العنيف، ما فيش حد ما بيحسش طبعا دلوقتي، يعني طبعا بالنقد العنيف والاساءات اللي ممكن تكون اتحولت له على السوشيال ميديا، وكمان العقوبه بتاعت 300,000 اللي عليه، يعني وانها اعلنت، شايف انه ده صح اصلا لا حسن؟ طبعا غلط ان انا اعلن، ما فيش مانع انك انت تعمل عقوبه، بس اعلانها بشكل عام مش يعني مش بياخد من الايمج بتاع المدرب، بيهز المدير الفني، هو القائد بتاع الفريق يعني. القصه بتاعت المدرب العام وهو موسيماني لها وجهه نظر في المدرب العام واداره النادي عايزه مدرب مصري، مش ممكن ابدا يبقى في تقارير بالشكل ده كتيره من الهوى، يعني اكيد لها اصل. فبرضه اذا كان في هذا الخلاف ده بيقول ان يعني المساله بقت مش مستقره بالنسبه لموسيماني، بنسبه كبيره، يعني قصدي مش ثابت بنسبه 100%، ما دام في اصوات بتقول كده وفي انقسام جوه النادي وبتاع، يبقى طبعا هو الارض اهتزت شويه. لا وبعدين يعني عندما يعني اذا كان بعض اللاعبين، اذا كان هذا صحيح انا ما اقدرش اجزم، ابدا وجهات نظر في طريقته في التدريب، ده يبقى دي مشكله كبيره جدا يعني. صح، وده واضح لانه اتقال في الاعلام، يبقى ده معناه ان اللعيبه قالت بالظبط يعني. يعني ان يعني في لعيبه من غير ما تقول اساميها طبعا، لكن في ناس انتقدت الطريقه او من الفرقه، من اللعيبه، من اللعيبه بالظبط كده، انها يعني مش سريحه بطريقته، مش عارف ايه كذا. اذا كان ده حصل يبقى ده مؤشر مش لا طبعًا. مؤشر خطير جدا، خطير قوي يعني. طبعا مش عايزه كلام. هو قال جمله، الفرق ما بين لقاء طلع الجيش ولقاء ام بي ان احنا سجلنا. هل حضرتك شفت في فروقات ما بين اداء الاهلي وظهور الاهلي في اللقاءين؟ لا، الفرق ما بين مباراه السوبر مع طلع الاهلي وطلع الجيش والاهلي وان بي، هو الفرق بين ان بي وطلع الجيش. ماشي، ده بس كده قولا واحدا. ماشي، طلع الجيش عمل مباراه دفاعيه منظمه، يعني مستعدين نراجع الماتشين ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه، وشوف طلائع الجيش عمل ايه قدام لعيبه الاهلي، وان بي عمل ايه قدام. اولا ان بي لعب بتسعه على الاساسيين من عنده مش موجودين طبعا، كانوا مشيوا. ماشي، ده نمره واحد. نمره اتنين، ما لعبش بنفس طريقه طلائع الجيش اللي هو التنظيم الدفاعي، بدليل انا هحكي هقول بس مثال بسيط قوي. طلائع الجيش لما كان بيهجم بثلاثة بالكتير ووراهم 30 متر فاضيين، انبي لما كان بيهجم بستة وسبعة في كثير من الأوقات، ومنهم وفي ظهرهم 10 متر فاضيين، ده فرق كبير جدا. ده معناه ان كان في منازعة ومغامرة هجومية عند كابتن حلمي طولان ما كانتش موجودة عند كابتن بسيوني. لا، بسيوني لاعب متحفظ عشان يوصل ضربات جزاء، مش متحفظ، بيلعب صح. ايوه فاهم، ما فتحش يعني، ما بيلعب صح، ما غامرش يعني. خلينا علي معلول كان بيلعب عليه ثلاثة بيسلمهم صح لبعض، صح سمير ولاشين ومهند لاشين ومجدي، الثلاثة دول يعني لو هو مر من احمد سمير هيلاقي التانيين، هيلاقي مهند لاشين بيقابله، لو عدى من محمد فعلا من مهند لاشين يلاقي حسن مجدي، وده شغل تكتيك متدربين عليه طبعا. وصورة بالكربون، الماتش ده كان صورة بالكربون من ماتش 17 اغسطس اللي هو في الدوري 0-0، لو 0-0 نفس الطريقة لعبها بسيوني. حتى انا توقعت ان كابتن حلمي طولان ممكن يلعب بالطريقة دي، لكن كان ده صعب جدا مع وجوه جديدة طبعا ومع تغييرات كبيرة بالفريق يعني، لكن كان برضه عنده نزعة هجومية،
وعشان كده كان في مساحات والاهلي ضيع 6 فرص في مباراه انبي. صح. لكن في مباراه طلائع الجيش هما فرصتين بتاعت شريف وقفش على ما اذكر يعني. طيب يعني في الفرق يعني ما بين طلائع الجيش وانبي في المباراه او افكار كابتن حميد طولان وافكار كابتن عبد الحميد بس طبعا مع وجود الظروف ولعيبه مع ملاحظه حاجه حقيقه يعني مجرده كده. الاهلي لما بيلعب مع اي فريق لو جاب جون في اول 5 دقائق 10 دقائق الماتش اختلف خلاص والاهلي ركب الماتش. لكن لو اي فرقه متحفظه ومقفله صح وتعبته وبتاع وعرفت تقيد يعني مفاتيحه وطريقته في اللعب اللي هي ما تديش مساحات اوعى تدي الاهلي مساحات في ظهر الدفاع بتاعك. فاهم. وعشان كده الاهلي بيظهر احسن في ماتشات الكبير الماتشات اللي فيها فرقه عندها شخصيه وتخش وتهاجم وتعمل الترجي والزمالك والناس اللي هي انا كمان ههاجمك يعني يعني بيبقى فيها مساحات. فالاهلي في المساحات خطر جدا على اي فريق. طبعا طبعا. طيب تعال نلعب بقى اللعبه بتاعت الافضل مع بعض. الافضل اسالك بقى شويه اسئله كده وقول لي المهاجم الافريقي الافضل من وجهه نظر حضرتك. هقول لك 3 اسامي واختار واحد. السنه دي لا عامه في العموم. ايمانويل، كوارشي، وفلافيو بالنسبه لك مين لو النهارده الثلاثه في عزهم الثلاثه في لا ده يعني طبعا فلافيو عشان عاش كتير وعمل فلافيو يعني فلافيو على طول مع ان كوارشي عمل ماتشات جباره وايمانويل كمان وايمانويل طبعا عظيم يعني. برضه الثلاثه جامدين لكن تختار فلافيو. هختار فلافيو لانه من 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 العدم من الصفر 14 شهر بدون تهديف بهدف واحد كان في المحل هدف واحد غلط ايوه ده انا حتى يعني قلت فلافيوزي يعني عليه ان الفيفا طلع حاجه اسمها الفلافيوزي تعريف اللاعب الذي لا يسجل اهداف وتسجل بعدها على طول يعني بعد كده هداف تيك اوف فظيع لا هدر ما جاش زيه تيك اوف فظيع بس برضه خلي بالك ان هو ظهر في وسط مجموعه تساعد اي حد اي حد يعني محمد متعب ومتعب جنبه وبتاع الدنيا كانت نار ويعني صح. مجموعه كبيره جدا كانت تنجح اي حد ماشي. الظهير الايمن الافضل من وجهه نظر حضرتك في اسمين اعتقد ان هم دايما بياخدوا اجماع من كل المصريين ابراهيم حسن واحمد فتحي. طبعا برضه شوف دي خيارات صعبه جدا جدا انا عارف بس هي وجهات نظر يعني لا تتحمل ايه على الاطلاق كده يعني ابراهيم حسن اول ظهير ايمن في مصر هو وربيع ياسين يلعبوا كره الظهيره الحديثه جدا ماشي واول مباراه انا فاكر اول مباراه لعبها ابراهيم حسن في حياته في الفريق الاول للنادي الاهلي انا كتبت في الاهرام اخطر مهاجمي الاهلي ابراهيم حسن اخطر مهاجمي الاهلي ماشي. وهو ظهير ايمن لانه كان على طول جناح صح فكره الظهير تاسس مهاجم فعنده دايما طبعا فكره الظهير الجناح دي فكره كانت حديثه جدا في الكوره في الوقت ده يعني فابراهيم اول واحد عملها انا بشوف ان هو الاكثر تكاملا في الحته دي في مصر ابراهيم صح حسن كده؟ يعني كان يعني يعتبر ظهير ايمن متكامل يعني ابراهيم حسن دفاعيا قوي وهجوميا قوي دفاعيا طبعا دفاعيا وهدر وروح وهدر وكل حاجه وكروسات مظبوطه انا بعتبر ابراهيم طبعا من احسن ظهراء الجنب او اليمين يعني في الكره المصريه صح كده يبقى ابراهيم حسن اوكي. افضل مدير فني في دول اسامي صعبه جدا بس برضه اخد راي حضرتك فيها مارتشيلو ليبي اليكس فيرغسون فابيو كابيلو وجوزيه مورينيو. لا طبعا ده يعني اكيد السير ها طبعا صح كده يعني ده سؤال السير بفوش السير يعني عظيم طبعا مع اني مش من جمهور مانشستر بس انا دايما بشوف ان هو من اعظم الناس اللي ظهرت في تاريخ التدريب في العالم اللي, يعني. اللي يعمل 21 سنه مع فريق بالديسيبلين ده والانجاز جزء من شخصيته يعني اللي عاقب بيكهام عشان جاي متاخر ربع ساعه وابنه كان تعبان فده السبب اللي اخره فهو يرفض ده شخصيه والتعامل بقى مع كانتونا وكريستيانو يعني قصدي اسامي لا والبقاء على القمه 21 سنه تقريبا كده. يعني مساله صعبه تاريخ ما يعني. قبله غير خالص تاريخ ما بعده يعني وده فعلا يعني المدرب مش الملعب بس المدرب
كمان اللي بيسموها دلوقتي اوضه اللبس. يعني ايه اوضه اللبس؟ حاجه كلام من الخيال. مش فاهم يعني اوضه اللبس يعني طب. لكن شخصيه المدرب يعني حاجه تانية. صح. طيب افضل لاعب فرنسي في التاريخ زين الدين زيدان ولا ميشيل بلاتيني؟ لا انا بحب زين الدين زيدان مع اني عاصرت بلاتيني يعني، بس زيزو حاجه تانية. لكن زين الدين زيدان رسام بقدميه. صح، متفق مع حضرتك جدا. توقعاتك للقاء النهارده بي اس جي في مواجهه مانشستر سيتي؟ ماتش صعب التوقع. صعب التوقع. يعني باريس في دلوقتي في ثلاثة مهاجمين جبارين، حتى لو مفيش مدرب هم يقدروا يعملوا حاجة. طبعا جبارين يعني. مانشستر سيتي عمل ماتش قوي جدا قدام تشيلسي الماتش اللي فات. صحيح كسب 1-0 بس التقدير. ماتش حلو قوي. تقدير يعني. أيوة. صحيح تقدير. أيوة. قوة فريق مش ان هو كسب 1-0 بس. صح، بس انه لعب ماتش حلو قوي، انه لعب كرة كويسة. يعني فده طبعا يعني ماتش. لا ماتش حلو ماتش. فالنهاردة يعني القوتين دول لما يضربوا في بعض صعب انك تتوقع النتيجة. بص بس شوف بقى النقلة اللي حصلت لما ميسي راح باريس سان جيرمان. بقى العالم دلوقتي جمهور الكرة. جمهور الكرة في مصر. بقى يعني ايه لو كان بيلعب انظاره. لو كان بيلعب من غيره يعني مش هناخد بالنا قوي يعني. لكن دلوقتي لا هناخد بالنا. طبعا الدوري الفرنسي بسهو. ايوه الدوري. أيوة. نفسه يعني. يعني ميسي بيلعب. طيب هنشوف الماتش. مش بيلعب هو اخر ماتشين. والله صح، ما عادش يتفرج خلاص. مش حتى لو نيمار ومبابي، بس انا بالنسبه لي ميسي. أيوة حاجه ثانيه. طبعا. ناخد توقعات الناس كده، نشوف الناس قالت ايه على لقاء الليله. زي ما استاذ حسن قال انه اللقاء صعب. مساء الخير، ده عبدو ايوب. اتوقع فوز ليفربول 3-1 صلاح وفيرمينو. اتوقع فوز باريس سان جيرمان ميسي ومبابي 2-0. ماشي. وبعدين محمد رويني بيقول فوز ليفربول 2-0 وفوز بي اس جي 2-1. ماشي. فادي محمد بيقول اتوقع فوز ليفربول 1-0 محمد صلاح وفوز مانشستر سيتي 1-0. وتحياتي ليك، بشكرك جدا فادي. ماشي. محمد حماده بيقول فوز ليفربول 3-1 وتسجيل صلاح لهدفين وفوز باريس 2-1. يعني الناس حتى اجابات منطقيه اعتقد يعني. ليفربول الماتش الاخراني كان يكسب عادي بورتو عادي. لا الماتش الاخراني في الدوري في البريمير ليج يعني كان مع واتفورد يعني كان ماتش 3-3 صعب قوي يعني مع برنتفورد. كان ماتش حلو قوي. كان ماتش حلو قوي لكن اتعاقبوا هم بالاستهتار. استاذنا انا دايما بستمتع بالكلام مع حضرتك، نورتني وشرفتني. الله يخليك. بشكرك جدا استاذ حسن. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ حسن مستكاوي كاتبنا الكبير كان ضيفنا النهارده. بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه، ودايما في نفس الميعاد بي اون تايم على اون تايم سبورتس. اشوفكم على خير.